viernes o los lunes. Viernes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا باشمهندس أحمد؟ حضرتك سامعني؟ باشمهندس أحمد جمال، باشمهندس أحمد جمال حضرتك سامعني؟ ايوه موجود. ازيك باشمهندس عمر؟ الله يكرمك يا استاذ. ممكن صوت حضرتك تعمل واضح؟ شير سكرين؟ صوت واضح عندك؟ حضرتك ابدا بقى شير سكرين. الله ينور، الصوت واضح اهو. تمام ماشي، تمام ماشي. ايوه بدأت. تماما. تمام السلام السلام عليكم. عليكم. سلام سلام مش سلام تفضل. باشمهندس احمد. النهارده ادينا محاضره عن المقدمه لريفت اي بي اي، مهندس احمد جمال عبد الجواد، ومطور برامج هندسيه ومعيد بكلية هندسة جامعة المنوفية، وتخرج من الاي تي اي جريد ايه السي اي اي 2020، وطالب ماجستير نظم معلومات جغرافية كلية هندسة جامعة المنوفية، ومحاضر وليه قناة على اليوتيوب بيشرح فيها البرامج الهندسية، وحاصل على بيست ممبر اوف ذا ستراكشر ديبارتمنت ات يونيفرستي وورك المرحلة السابعة من الاي سي جي سنة 2015، و اوتوديسك ريفت سيرتيفايد بروفيشنال. والنهارده ان شاء الله محاضره ممتعه مع الريفت اي بي اي. اتفضل يا سيدي. اتفضل. شكرا باشمهندس عمر. السلام عليكم جميعا. شيل بس ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ان شاء الله مع بعض الورك شوب بتاعت الريفت اي بي اي. هي احنا الريفت او الورك شوب بتاعتنا العنوان بتاعها Introduction to Revit API Using C Sharp. طيب ليه انترودكشن؟ ان احنا مش هنتعمق في الريفت اي بي اي، مش هناخد كل حاجه فيه، لان عشان ناخد كل حاجه فيه هياخد وقت كبير جدا مننا. الحاجه الثانيه ان انت عشان تبقى فاهم في حاجه او تتقن الحاجه فيما بعد صح فيها او تاخد الاساسيات بتاعتها وتفهمها وتاخد وقتك فيها، فهنركز على البيزز او الاساسيات اللي انت بدونها مش هتعرف بعد كده تكمل المرحله بتاعت الريفت اي بي اي او انت تطور في حاجه في الريفت. فهنركز على الاساسيات، ناخد وقتنا فيها مش مشكله، بس عشان بعد كده الموضوع يبقى مفهوم. طيب ليه يوزنج سي شارب؟ لان ريفت اي بي اي او البرمجه في الريفت بشكل عام ممكن تبقى اكتر من لغه برمجه، في بالبايثون، في بالفيجوال بيزك دوت نت، في سي بلس بلس، في اكتر من لغه. فاحنا التركيز بتاعنا او الكودنج بتاعنا هيبقى باستخدام طيب دي مقدمه سريعه عني. طبعا باشمهندس عمر اتكلم فخلاص هنعديها. الورك يفضل في بريد تكون موجود عندك، الافضل ان هي تكون موجود عندك. اول حاجه انت تكون فاميليار اصلا ببرنامج الريفت، يعني اشتغلت عرفت قبل كده او عندك خلفيه عنه. طيب لو انت مش فاميليار بيه هل الموضوع هيعوقك؟ لا، انت ممكن تتفرج على الورك شوب عادي مفيش مشكله، تاخد فكره عن الموضوع. بس الافضل لو انت هتكمل في موضوع الريفت بقى لازم الاول تبقى انت كويس في الريفت، مش شرط تكون توب فيه بس لازم تكون كويس في الريفت يعني. طيب الحاجه الثانيه ان انت تكون فاهم لغه برمجه او عندك لغه برمجه، يفضل تكون سي شارب عشان دي اللي هنشتغل بيها النهارده او في الورك شوب بتاعتنا. لو عندك خلفيه عن لغه برمجه ثانيه الموضوع برضه هيبقى سهل، لان انت هتبقى عندك خلفيه عن الكودنج بشكل عام او الكونسبتس بتاعت البروجرامنج. لو انت عندك خلفيه عن برنامج ثاني وعايز تطور بس باللغه البرمجه اللي انت مثلا لو انت عندك بايثون، هنقول بعد كده في ريفرنس في اخر المحاضره او في المحاضره الثالثه ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها لو انت عايز تطور
ريفت بلغه برمجه غير السي شارب في الواست نيكست او النيكست ستيبس بتاعه الريفت. يبقى طيب الحاجه الثالثه ودي اساسيه في اي محاضرات تحضرها بشكل عام، ان انت يكون عندك ابيليتي تو ريسيرش، ان انت الموضوع هيعتمد لما نيجي ندرس النهارده ان شاء الله هتلاقي الموضوع هتاخد البيزكس تاخد الاساسيات بتاعتها، بس في المحاضره الثالثه هنعرف ان احنا عشان بعد كده نعرف نطور من الحاجه ونتعمق فيها هنحتاج ان احنا ندخل على فورمز معينه على دوكيومنتيشنز اونلاين على الانترنت او على الويب. فالموضوع هياخد منك ان انت لازم يكون عندك الاول الابيليتي ان انت تريسيرش او توجد حلول للمشاكل اللي تقابلك. الموضوع مش كل حاجه تاخدها وشرطا من المحاضرات يعني. طيب الاهداف بتاعه المحاضرات بتاعتنا، اول حاجه نفهم الاساسيات بتاعه ريفت باي زي ما قلنا، هنبدا ان احنا نكاريت او نعمل اكتر من اضافه على البرنامج ريفت باستخدام السي شارب. هنكسبورت الشغل اللي احنا نعمله ده كريفت بلوجن بحيث ان انت ممكن تبعته لاي يوزر يستخدمه مباشره، وممكن انت تصدره على الاونلاين على الويب على الاوتو ديسك مثلا والناس بعد كده تستخدمه سواء فري او 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 بفلوس حسب الحاجه اللي انت عايز تعملها. طيب هنتعلم ازاي ان احنا نسيرش في الدوكيومنتيشنز او التوثيق بتاع ريفت اي بي اي بحيث ان انت بعد كده زي ما قلنا تبدا ان انت لو عايز في حاجه انت ما خدتهاش في المحاضره عايز تتعمق فيها هتلاقي ازاي تعمل حاجه زي كده، ونشوف مع بعض الخطوات اللي بعد كده نيكست ستيبس عشان تماستر او تبقى يعني بروفيشنال اكتر او محترف في ريفت اي بي اي. طيب المحاضره بتاعتها مقسمه لثلاث ايام، ممكن تبقى يوم زياده او اقل حسب البروجرس بتاع المحاضرات، بس الاساس بتاعنا ثلاث ايام. اول محاضره او اول يوم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاساسيات بتاعه ريفت اي بي اي. تاني محاضره هنعمل بلوجن عباره عن ان احنا هنكرييت فلور بناء على بعض الحاجات هنقولها في المحاضره الجايه باستخدام البرمجه. تالت محاضره هنعرف ازاي نصدر البلوجن بتاعنا ده لليوزر بحيث ان هو يستخدمه عنده في الجهاز بتاعه، وفي نفس الوقت هنعرف ايه الخطوات الجايه لو انا عايز اتعمق في ريفت اي بي اي وعايز ادوس مع نفسي في الموضوع ايه اللي ممكن اعمله. طيب بسم الله نبدا ان شاء الله اول محاضره الاساسيات بتاعه الريفت. الاجنده بتاعه اليوم النهارده هيمشي ازاي؟ هنتكلم هنقول يعني ايه الريفت اي بي اي وهنعرف ليه ممكن نستخدمه او ايه الفوائد اللي ممكن تعود علينا ان احنا نستخدم ريفت اي بي اي، ازاي ان احنا الاكسبلور داخل ريفت اي بي اي او نشوف نسيرش داخل ريفت اي بي اي الدوكيومنتيشن بتاعتها، ازاي نسيت اب الورك انفايرمنت عشان اجهز اي بلوجن ايه المفروض ان انا اعمله في الاول، وهنعرف حاجه اسمها اكسترنال كوماند وازاي ناكسس الريفت من خلال البرمجه وتصنيف العناصر داخل الريفت، وبعد كده هنعمل ريفت ادن صغير كده في اخر يوم النهارده ان شاء الله بحيث نطبقنا على الكلام النظري اللي قلناه. طيب واي ريفت اي بي اي؟ ريفت اي بي اي ليه ممكن استخدمه؟ في اكتر من فيشر او ميزه ممكن استخدم بيها ريفت اي بي اي، منها مثلا ان انا كانجينير عندي بعض المهام اللي بتطلب مني او انا عايز اعملها وبتضيع وقت مني، يعني عندي ريبيتيف تاسك حاجات متكرره فانا عايز اوتوميت الكلام ده، مش شرط ان انا كل حاجه اعملها بايدي، انا خلاص يعني مثلا حاجه زي مثلا بعمل فيوز او بعمل شيتس في الموديل بتاعي فحاجه زي كده بتضيع مني وقت، فانا ممكن اخلي البروجرامنج او لغه برمجه اللي هي السي شارب تخلي ريفت اي بي اي او تخلي ريفت يعمل حاجه دي بشكل اوتوماتيك. طيب حاجه ثانيه ان انت هيبقى عندك باور اكتر، لان انت حتى لو تستخدم ريفت بعد كده كيوزر مجرد ما خدت خلفيه حتى لو بسيطه عن ريفت اي بي اي هتلاقي نفسك دماغك نفسها المفاهيم بتاعتها بقت افضل. لو انت بتستخدم ريفت هتلاقي نفسك في حاجات بتعملها وفي حاجات بطلت تعملها لان انت بقيت فاهم البرنامج شغال ازاي، ودي الحاجه مميزه جدا لو انت حتى لو عندك اساسيات حتى لو ما تعمقش في الموضوع هتفيدك حتى كيوزر. طيب ثالث حاجه ان انت هتسرع من الشغل، لان انت لو هتعمل مثلا قابلتك مشكله وعايز تحلها خلال برمجه هتلاقي ان الموضوع ما بياخد وقت صغير، هتاخد وقت شويه في انك تعمل الكود بتاعك بس بعد كده خلاص هتستخدمه اكتر من مره. طيب حاجه رابعه مثلا الجيومتري، الجيومتري في الريفت بيبقى فيه صعوبات لو انت بتستخدم جيومتري او الماسنج او الكلام ده، فلو انت اتعمقت في موضوع الريفت او الناس حتى اللي بتشتغل داينامو هتلاقي ان انت هي ممكن تعمل بعض الجيومتريز اللي هي ممكن تبقى صعب تعملها كيوزر عادي. طيب احنا عاملين نقول اي بي اي اي بي اي، طيب ايه الاي بي اي ده اصلا؟ الاي بي اي ده باختصار هو stands for او المعنى الحرفي بتاعه A stands for application، ال B programming، ال I الانترفيس، يبقى application programming interface. طيب الابلكيشن بروجرام انترفيس ده عباره عن ايه؟ ده باختصار عباره عن وسيط او انترميديري، وسيط ما بين تو ابلكيشنز او تو يوزرز، يعني انت كيوزر ممكن تتعامل مع برنامج عن طريق اي بي اي، انت كديفلوبر ممكن تتعامل مع برنامج عن طريق اي بي اي، ممكن تو بروجرامز او تو سوفت ويرز مختلفين يتعاملوا مع بعض ويتكلموا بعض عن طريق اي بي اي.
طيب الحقيقه ان احنا الاي بي اي ده كل واحد مننا بدون استثناء استخدم الاي بي اي في حياته في حاجه قبل كده، بس هو ما كانش واخد باله ان هو بيستخدم اي بي اي. حاجه زي ايه مثلا؟ زي ما بتيجي تستخدم فيسبوك، الفيسبوك لما بتيجي تبعت مسج مثلا او تجيب مثلا بوست كان موجود قبل كده او تجيب حاجه من نوتيفيكيشن، ده بيروح يكلم الاي بي اي بتاع الفيسبوك وبيجيب منه المعلومه اللي انت طلبتها. حاجه زي مثلا انت ما بتجيب تشيك الوذر على الفون بتاعك، بتدوس مثلا سينك او بتدوس ابديت الوذر، بيروح يبعت داتا ان هو عايز يجيب الوذر بتاعت اللوكيشن اللي انت فيه دلوقتي، ده عن طريق اي بي اي. بس احنا اللي هنتكلم فيه النهارده ان احنا ازاي نستخدم اي بي اي كديفلوبر، او انت ازاي تكود او تعمل كودنج يكلم الاي بي اي بتاع الريفت. طيب الحاجات عشان توضح محتاجه مثال، فاحنا ان شاء الله هناخد مثال واحنا ماشيين مع بعض. الاي بي اي زي ما قلنا حاجه بتكلم سوفت وير، الحاجه دي او السمون ده ممكن يكون شخص اللي هو يوزر، ممكن يكون ديفلوبر بروجرامر، ممكن يكون سوفت وير تاني غير السوفت وير اللي عايزين نكلمه. فاللي بيحصل ايه؟ السمون ده او اليوزر الاولاني بيبعت ريكويست، هو ما ينفعش يكلم السوفت وير مباشره، هو في وسيط اللي هو الاي بي اي، فعشان يكلمه هيلازم يكلم الوسيط، وبعد كده الوسيط ده يروح يكلم السوفت وير وهكذا. فيبعت ريكويست للاي بي اي، الاي بي اي بيوصل الريكويست ده للسوفت وير، بعد كده السوفت وير بيرد على الاي بي اي بيقول له الريسبونس بتاعي عباره عن كذا. الريسبونس ده الاي بي اي بياخده وبيرجعه لليوزر او السوفت وير اللي هو كان طالب الريكويست في الاول. الريسبونس ده لو هو اليوزر من حقه ان هو يعمل الريسبونس ده، او هو طلب يقدر يحققه، هيرجعه الريسبونس ويقول له مثلا هو سكسسفول، يعني خلاص الموضوع نجح. لو مش من حقه ان هو يعمل حاجه زي كده، او مش من حقه يطلب الطلب ده، او في مشكله في النص، هيرجعه الريسبونس برده، بس هيبقى في فيلير او فشل في الاستجابه بتاعت الطلب. طيب مثال زي ما قلنا، انت لما بتيجي مثلا تسيرش على الويزر دلوقتي، انت مثلا فتحت جوجل او اي سيرش انجن وكتبت مثلا كايرو ويزر او اليكس ويزر او بغداد ويزر او ايا كان المدينه اللي انت بتبحث عنها، مجرد ما تكتب كايرو ويزر مثلا ايه اللي هيحصل؟ الجوجل هو برضو بيتكلم مع اي بي اي خاص بالويزر. الاي بي اي ده خاص بموقع اسمه weather.com. weather.com عنده اي بي اي، جوجل بتاخد الكايرو دي اللي هو السيرش اللي انت عملته بيها، يروح يكلم الويزر اي بي اي يرجع منه الداتا اللي هي الويزر بتاعه كايرو. فانت لو عملت مثلا على جوجل كايرو ويزر هيظهر لك حاجه بالشكل ده، هتلاقي في الاول كده حاجه بالشكل ده عباره عن الويزر بتاع كايرو. طيب حاجه زي كده نطبقها على الدياجرام اللي كنا واخدينه، زي مثلا بالشكل ده. جوجل انت بحثت عن كلمه كايرو او كايرو ويزر، فجوجل عايز يجيب الويزر كونديشنز او حاله الطقس بتاعه كايرو. فهو زي ما قلنا جوجل نفسها ما عندهاش المحطه اللي بتجيب منها الارصاد الجويه، لكن هي بتروح تتكلم مع حد تاني عنده المحطه دي اللي هو weather.com. weather.com ده عامل اي بي اي وسيط، لو حد عايز ياخد منه الويزر داتا يروح يتكلم الاي بي اي الاول. فجوجل بتاخد الريكوست بتاعك اللي هو ممكن يكون مثلا بالنسبه لك انت كاتب كايرو، فالريكوست ده بيحمل جواه كايرو، فبيروح بعد كده يوصل الريكوست ده لweather.com. weather.com ده بيرجع ريسبونس، لو هو لقى ان في مدينه اسمها كايرو هيرجع ريسبونس بالويزر داتا او الويزر كونديشنز بتاعت كايرو، هي فيها الكايرو ويزر، وبعد كده يرد على جوجل بريسبونس، فجوجل بعد كده تظهر شكل الهيلث تاكس بتاعت كايرو في اللحظه اللي انت فيها. طيب عايزين نطبق الكلام ده على ريفت اي بي اي. انا عندي الريفت، انا عايز اكلم ريفت بس ما اقدرش اكلمه مباشره كبروجرامر، فعشان اكلمه الريفت عامل وسيط اسمه ريفت اي بي اي. فانا من خلال البلوجن بتاعتي اقدر ان انا اكلم ريفت اي بي اي، ريفت اي بي اي يتكلم وبعد كده ترد عليا بريسبونس. فالعمليه تبقى بالشكل ده، هبعت ريكويست من البلوجن ريفت اي بي اي، ريفت اي بي اي بعت للريفت، وبعد كده يرجع للبلوجن بتاعتي. طيب الريفت اي بي اي ده عباره عن كذا ملف، يعني انا عشان استخدم ريفت اي بي اي ده واعمل كودنج او اكلم ريفت اي بي اي ده، مجرد ما انت نزلت برنامج الريفت عندك على الجهاز، في شويه ملفات بتنزل مع برنامج الريفت. الملفات دي عباره عن كلها على بعضها عباره عن المكتبه بتاعه الريفت اي بي اي. زي ايه؟ هتلاقي في ملفين مثلا، ملف اسمه ريفت اي بي اي دوت دي ال ال، ملف اسمه ريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال ال، ملفات اي ماكروس واللينك والاف اي اف سي والستيل فاونديشن وهكذا. في مجموعه ملفات اي حد بينزل برنامج ريفت بتنزل عنده الملفات دي على الجهاز، عشان هو لو عايز يتكلم معاها من خلال البلوج. طيب انا اللي يهمني اول اثنين اللي هم ريفت اي بي اي دوت دي ال ال وريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال ال. الاثنين دول عباره عن ايه؟
اول حاجه اللي هي ريفت اي بي اي دي ال ال، ده عباره عن الريفت داتابيس، يعني اي حاجه خاصه بالموديل بتاع الريفت، الاليمنتس بتاعه الريفت اللي موجوده في الموديل او في البروجكت بتاعي او الستنج بتاعه الريفت نفسها. طيب ريفت اي بي اي يو اي انت شكل الايقونات بتاعه الريفت، لو اليوزر مثلا هيعمل سيليكشن لحاجه، لو هتطلع ويندو لليوزر، يعني اول حاجه دي خاصه بالداتابيس بتاعه الموديل، تاني حاجه دي خاصه بالحاجات اللي فيها تعامل مع اليوزر او اللي هي اليوزر انترفيس. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف الملفات اللي احنا قلنا عليها ريفت اي بي اي مثلا دوت دي ال ال او ريفت اي بي اي يو اي دوت دي ال ال، عايزين نشوفهم عشان لو احنا عايزين اكسبلور الملفات دي ونعرف هم عباره عن ايه من جوه، يعني الملفات دي بتتكون من ايه او تقسيمه الملفات بتاعتها من ايه. فعندي اكتر من طريقه، اول طريقه ان انا بنزل حاجه اسمها ريفت اي بي اي سوفت وير ديفلوبمنت كيت اللي هو الاس دي كي، هنشوفها كمان شويه لما نيجي نطبق الشغل العملي. ادخل على اللينك ده من اوتو ديسك، بقدر اجيب منه الاس دي كي انزله واقدر اشوف شكل الريفت اي بي اي من جوه عامل ازاي، عشان انا بعد كده حتى لما نخلص تلات محاضرات هنتكلم ازاي ان احنا نستكشف داخل الملفات دي، ولو عايزين نعرف حاجه احنا ما خدناش في المحاضره مثلا وقابلتني مشكله وعايز احلها اجيبها ازاي. طيب تاني حاجه ممكن من خلال اونلاين دوكيومنتيشن فور ريفت اي بي اي، موقع اسمه ريفت اي بي اي دوكس دوت كوم. الموقع ده هو نفسه الاس دي كي بس معمول بشكل انا بشوف ان هو بشكل افضل، يعني كيوزر انترفيس بتاعه افضل وفي معلومات بتوضح بشكل افضل، فانا شخصيا بستخدم ريفت اي بي اي دوكيومنتيشن. تالت طريقه ان انا ممكن من خلال برنامج فيجوال ستوديو، هنتكلم دلوقتي عن فيجوال ستوديو كمان شويه، من خلال اوبجكت براوزر بتاعي احمل عليه الملفات دي اللي قلنا عليها واقدر اشوفها واستكشفها برده. طيب الورك انفايرمنت عشان ابدا اعمل بلوجن ريفت او ان انا اتكلم مع ريفت من خلال البروجرامنج، محتاج اول حاجه يكون عندي ريفت لان ده التارجت اصلا سوفت وير اللي انا هشتغل عليه، ان انا هكلم منه ريفت بي اي وريفت بي اي هيروح يكلم ريفت، يبقى اول حاجه يكون عندي برنامج ريفت على الجهاز. طيب تاني حاجه يكون عندي حاجه اسمها اي دي اي. الاي دي اي عباره عن ايه؟ عباره عن انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، معنى ايه؟ ده عباره عن الكود اديتور اللي انا هكتب فيه البروجرامنج كودز او الاكواد البرمجه اللي انا هستخدمها، واللي اقدر منها اكلم ريفت بي اي وريفت بي اي يروح يكلم الريفت. طيب هل لازم استخدم فيجوال ستوديو؟ لا مش لازم، في اكتر من اي دي، ممكن تشوف على اونلاين على جوجل مثلا الاي دي اللي انت عايز تستخدمه، بس طبعا اشهرهم الاي دي لمايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت فيجوال ستوديو، لكذا سبب، لانه في خاصيه اسمها انتليسنس ان انت وانت تكتب حاجه هو بيكمل مع حاجه اللي انت بتكتبها، الناس اللي عندها خلفيه عن البرمجه تفهم انا بتكلم في ايه، فالموضوع بيسهل، غير ان هو في شويه فيشرز كتيره هتسهل عليا موضوع البرمجه. طيب النقطه المهمه وهنطبقها دلوقتي عملي مع بعض، ان انا حسب نسخه الريفت او فيرجن الريفت اللي هشتغل عليها كل واحده ليها دوت نت فريم ورك مختلف عن الثانيه. طب ايه الدوت نت فريم ورك؟ الدوت نت فريم ورك دي حاجه مايكروسوفت عاملاها عباره عن مكتبه عباره عن مجموعه ملفات بقدر اشتغل عليها او اكلمها بالبرمجه. الملفات دي حسب كل نوع ريفت، يعني هو كل سنه الملفات دي بتتحدث، يعني مايكروسوفت بتنزل نسخه احدث، دلوقتي وصلت دوت نت 5 دي اقصى حاجه وصلت دلوقتي، فكل نسخه ليفت بتعملها بتابديت نفسها على النسخه بتاعه مايكروسوفت، فكل نسخه عشان تكون متوافقه مع نسخه ليفت لازم تستخدم الدوت نت فريم ورك المتوافق معاه. فانت مثلا لو اشتغل على بلجن يشتغل على ريفت 2021 يبقى انت تستخدم دوت نت 4.8 او 4.18، لو اشتغل على بلجن مثلا ريفت 2018 اشتغل على دوت نت 4.6 وهكذا، حسب الريفت اللي انت عايز تدرجته او تعمل البلجن عليه هتكلم دوت نت فريم ورك مختلف عن التاني، الكلام ده يوضح بتفصيل مع بعض واحنا ماشيين. طيب وعشان استخدم ملفات الريفت بجيب ريفرنس ليها وادخلها على فيجوال ستوديو. طيب خلينا عشان نكون عمليين شويه ندخل نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده، ازاي نكسبلور ملفات الريفت اي بي اي، وازاي نبدا نشوف الفيجوال ستوديو عامل ازاي، وازاي ادخل عليه ملفات الريفت اي بي اي، وبعد كده هنرجع نكمل المحاضره تاني بالسلايد شو. طيب الريفت ممكن ان انا لو انا مش عندي ريفت ممكن انزل نسخه ايدوكيشنال على موقع اوتوديسك، هو لو انت بعت له الاي دي بتاعك بتاع لو انت طالب جامعي مثلا او عندك الكارنيه بتاعك، لو انت رفعت له الكارنيه هيبعت لك نسخه لمده سنه. طيب الفيجوال ستوديو، من خلال فيجوال ستوديو دوت مايكروسوفت دوت كوم اقدر ان انزل الفيجوال ستوديو. انا عندي فيجوال ستوديو ده اللي انا عايز انزله،
في حاجه ثانيه اسمها فيجوال ستوديو كود، ده مش اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. وفي حاجه ثالثه لو بتستخدم ماك مش ويندوز. فاحنا دلوقتي لو بنستخدم ويندوز هننزل فيجوال ستوديو العادي. في ثلاث نسخ منه، في نسخه الكوميونتي، نسخه البروفيشنال، ونسخه الانتربرايز. النسخه الكوميونتي دي نسخه فري وفيها معظم الفيتشرز اللي انا بحتاجها عشان اعمل بيها اي حاجه بالبروجرامنج. نسخ البروفيشنال والانتربرايز دول مش فري، دول لازم ادفع لهم مقابل او فلوس. فاحنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نستخدم الكوميونتي، مش محتاجين الفيتشرز الموجوده في البروفيشنال ولا انتربرايز. ادوس على كوميونتي، مجرد ما تدوس عليها هينزل لك الانستولر بتاع الفيجوال ستوديو، تقدر بعد كده تنزله عندك. طيب انا عشان طبعا منزل الفيجوال ستوديو فهو موجود عندي بالفعل، فانا هكتب فيجوال ستوديو وافتحه. لو انت مش عندك الفيجوال ستوديو، اللي يظهر عندك حاجه اسمها فيجوال ستوديو انستولر. لما تيجي تنستول هنفتحه مع بعض عشان الناس اللي ما عندهاش فيجوال ستوديو لسه هتنزله، يظهر حاجه عندها بالشكل ده. يطلب منك انك تسطب او تعمل سطب للفيجوال ستوديو كوميونتي، هتسطبه. بعد ما تخلص تقدر بعد كده تشتغل على الفيجوال ستوديو او ترن البرنامج عادي جدا. طيب النقطه المهمه اللي احنا عايزين نقولها ايه؟ احنا زي ما قلنا حسب نسخه الريفت اللي انت هتشتغل عليها، كل واحده ليها دوت نت فريم ورك مختلف. فانت لو انت لسه بتسطب برنامج اول مره، هتلاقي عندك حاجه بالشكل ده. شوفوا مع بعض، يظهر عندك حاجه بالشكل ده. انا اللي يهمني عشان تشتغل على دوت نت فريم ورك او تعمل حاجه بلوجن على الريفت اي بي اي، لازم تدوس علامه صح على دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت اللي هي هنا دي. دي اللي انا اقدر اكتب بيها السي شارب، او اكتب بيها حاجه شغال على الديسكتوب او على الويندوز زي الريفت اي بي اي. يبقى لازم اعلم على دوت نت ديسكتوب او دوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت دي. النقطه الثانيه ان انا لازم على جنب كده هتلاقي individual components، هتلاقي نسخه دوت نت فريم ورك اللي انت عايز تنزلها. زي ما قلنا لو انت اشتغل مثلا على ريفت 2020 لازم تنزل 4.7، لو اشتغل على ريفت مثلا 2018 4.9، وهكذا حسب نسخه الريفت لازم تنزلها. طيب لو انت كنت نزلت الفيجوال ستوديو قبل كده وما عملتش الحركه دي، او ما نزلتش الفريم ورك اللي انت عايز تنزله، زي ما قلنا هتكتب هنا، تفتح هنا تقول له انستولر، وهتجيبه هيفتح لك نفس الملف اللي احنا فاتحينه دلوقتي. تلاقي نفس القائمه دي، هتجيب individual components، وبعد كده تشوف النسخه الدوت نت فريم ورك اللي انت عايز تنزلها. انا بالنسبه لي انا بشتغل على ريفت 2020، ريفت 2020 بيتارجت ال 4.7، فانت هتنزل 4.7 هنا. انا منزله قبل كده فخلاص انا المرحله دي مش هعملها، هكنسل. انا خلاص بالنسبه لي الموضوع ده موجود قبل كده. طيب قبل ما ندخل على برنامج الفيجوال ستوديو، عايزين نشوف لو احنا عايزين اكسبلور الملفات بتاعه ريفت اي باي. احنا قلنا في ثلاث طرق. اول طريقه ريفت اس دي كي، بدخل على اللينك ده هبقى موجود فيه ريفرنس في الملفات بتاعه الباوربوينت بتاعي، ممكن ابقى انزلها. هتلاقي تحت حاجه اسمها ريفت اس دي كي. حسب نسخه الريفت اللي انت بتستخدمها تنزل الاس دي كي المقابل ليها. لو تستخدم 2020 هتلاقي فيه نسخه اللي هي 2020، نسخه 2020.1 هتنزل الاحدث. لو انت مثلا 2021 برضه تنزل الاحدث، وهكذا. بعد ما تنزلها يظهر حاجه عندك بالشكل ده كده. بعد ما تعمل لها سيت اب هيظهر حاجه عندك بالشكل ده كده. هتفتح هتلاقي فيه حاجه اسمها ريفت اي بي اي. بعد ما تفتحه هتلاقي برضه حاجه بالشكل ده. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكلاسز والبيانات او الداتا الخاصه بريفت اي بي اي. لو انت عايز سيرش جواها، عايز تدخل تشوف الريفت اي بي اي ده بيتكون من ايه، الملفات بتاعته، الكلام ده كله. دي اول طريقه. ثاني طريقه لو انت قلنا زي ما قلنا اونلاين، اونلاين دوكيومنتيشن، تلاقي في حاجه اسمها ريفت اي بي اي docs.com. هتقول مثلا عايز ريفت 2020، هدوس على 2020. نفس المنظر اللي شفناه من شويه في الاس دي كي هو نفس المنظر اللي هنا، نفس الكلاسز، نفس العناوين، نفس الكلام ده كله. بس الفكره ان هنا الموضوع بشكل الطف احسن. لو الناس كلمه element هيظهر لك كل الحاجات اللي بتحمل كلمه element داخل الريفت اي بي اي. هتفتح مثلا هتلاقي تعريفات للكلام بتاعها، وتلاقي بيانات بشكل افضل. انا بفضل دايما ان انا اشتغل على الاونلاين دوكيومنتيشن. طيب تالت طريقه ان انا اشتغل على الفيجوال ستوديو، دي هنشوفها دلوقتي. خلاص لو احنا دلوقتي خلاص نزلنا فيجوال ستوديو وعايزين نبدا نعمل اول حاجه لينا على الريفت، يظهر حاجه بالشكل ده كده. لو نزلت فيجوال ستوديو 2019 هقول له كرييت نيو بروجكت. يبقى انا عشان ابدا اعمل بلوجن على الريفت او ريفت كرييت نيو بروجكت. طيب بعد ما عملنا كرييت نيو بروجكت هتلاقي عندي اوبشنز كتير جدا مش عارف اختار منها ايه. انا عشان اعمل حاجه بتكلم الدي ال ال بتاعت ريفت اي بي اي، طالما انا مش هستخدم او مش هعمل
حاجه ويندوز ديسكتوب ابلكيشن، بمعنى ان انا مش هشتغل مثلا على دبليو اي اف او على ويندوز فورم، ودي حاجه زي مثلا لو انت هتعمل برنامج زي الوورد او اي برنامج بشكل عام ليه واجهه، طالما مش هستخدم برنامج ليه واجهه يبقى انا هستخدم حاجه اسمها كلاس لايبراري. هدور على كلاس، هكتب كلاس لايبراري بالشكل ده كده، يظهر لك اكتر حاجه مني اشتغل على كلاس لايبراري اللي هو دوت نت فريم ورك. هتلاقي دوت نت ستاندرد ده مش اللي ريفت بيكلمه، ريفت بيكلم دوت نت فريم ورك زي ما قلنا، هشتغل على دوت نت فريم ورك. طيب هتلاقي دوت نت فريم ورك هنا، دوت نت فريم ورك تحت، هنختار انهي واحد؟ هتلاقي اول واحد ده مكتوب ان هو سي شارب كلاس لايبراري، وهتلاقي في علامه سي شارب جنبها. الثاني ده مكتوب ان هو فيجوال بيزك. طيب انا دلوقتي بستخدم ايه؟ بستخدم السي شارب، يبقى انا اللي يهمني الكلاس لايبراري دوت نت فريم ورك اللي بتكلم السي شارب. طيب هدوس نيكست بعد كده، هيقول لي سمي البروجكت بتاعي. انا مثلا هسميه وليكن بيم اريبيا كوماندز مثلا، يعني او الاوامر اللي انا هعملها مع بيم اريبيا. طيب هيقول لي مثلا عايز تحطها فين، هختار مثلا مليكم مثلا ملف من الملفات اللي هنا، طيب بعد كده النقطه المهمه ان تنزلت الدوت فريم ورك الموافق لنسخه ريفت، يعني مثلا شغال على ريفت 2020 فنزلت نت فريم ورك 4.7، ده مش كفايه انت كده نزلته عندك على الجهاز بس انت لسه مش بتستخدمه. عشان تستخدمه هتلاقي هنا بيقول لك دوت نت فريم ورك اللي انت عايز تستخدمه، هتلاقي فيه اكتر من دوت نت فريم ورك حسب اللي انت منزله قبل كده عندك على الجهاز. زي ما قلنا هنشتغل على 2020 اللي هو بيوافق 4.7 اللي هو هنا ده. دوس بعد كده كرييت، هيظهر لي حاجه بالشكل ده. طيب احنا قلنا عشان نبدا نتكلم مع الريفت اي اي او نعمل بلوجن على الريفت لازم يبقى في وسيط اللي هو الريفت اي اي. طيب والريفت اي اي ده قلنا عباره عن شويه ملفات كلها دوت دي ال ال او ملفات لايبراريز موجوده بتنزل مع نسخه الريفت لما بتسطب الريفت. طيب انا ازاي هضيفها على الفيجوال ستوديو؟ عشان تضيفها هتلاقي في حاجه اسمها في البروجكت بتاعك على اليمين حاجه اسمها ريفرنس، تدوس عليها تقول له اد ريفرنس، تقول له براوس. طيب الحاجات بتاعه الريفت بتنزل فين او ريفت اي اي؟ بتنزل في المكان اللي الريفت متسطب فيه اللي هو مثلا في السي بروجرام فايلز، فايلز اوتو ديسك ريفت 2020. هتلاقي الملفات بتاعه ريفت اي اي كلها موجوده هنا. طيب انا عايز مثلا عايز ابحث، اقول له دوت دي ال ال، الملفات كلها دوت دي ال ال، هيجيب لي كل الملفات اللي هي دوت دي ال ال. هتلاقي هنا مثلا وليكن ريفت الاي اف سي لون عليه ريفت اي اي واي ريفت اي اي كومن ريفت اي ستيل وهكذا. انا اللي يهمني ملفين ريفت اي يو اي وريفت اي اي دوت ال ال. ريفت اي يو اي هنا اهو، وريفت اي الثاني ندور عليه. دول الملفين اللي احنا محتاجينهم ريفت اي اي يو اي وريفت اي بي اي، هما الاثنين دوت دي ال ال. دوس اد، هما كده اتحملوا عندي في الفيجوال ستوديو او في البروجكت بتاعي. دوس اوكي، بس هما كده نزلوا عندي. هتلاقي هنا ريفت اي بي اي وريفت اي بي اي يو اي موجودين عندي على الريفرنس او في الريفرنس بتاعت الملفات بتاعت البروجكت. طيب النقطه المهمه قبل ما نبدا نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا وناخد المحاضره بتاعتنا او نطبق عليها، هتلاقي في حاجه هنا لما بدوس على اي واحده منهم في البروبرتيز تحت هتلاقي في حاجه اسمها كوبي لوكال. طيب الكوبي لوكال ده هتلاقي يا اما ترو يا اما فولس. طيب احنا اللي احنا عايزين نعمله نخلي الاثنين دول فولس. ليه نخليهم فولس؟ هو معنى كوبي لوكال، معنى كوبي لوكال انت لما بتيجي تصدر البروجكت ده او تعمل له بيلد او تران البروجكت، ان الملفات دي هتتنسخ مره ثانيه مع ملفات البروجكت، ملفات البلوجن اللي شغال عليه او النسخه اللي انت بتشتغل عليها او التطبيق اللي انت بتعمله. طيب هل احنا محتاجين نعملها نسخه؟ لا. ليه؟ لان كده كده اي حد هيستخدم البلوجن دي اللي انت هتصدرها له وهتبعتها له كده كده هو اكيد عنده برامج الريفت، لان هو مش عارف يستخدم البلوجن غير لما يكون عنده برامج الريفت ده اكيد. وفي نفس الوقت كده كده اي حد بينزل برنامج الريفت الملفات دي كده بتنزل عنده على السي، يعني زي ما شفنا كده سي بروجرام فايلز الريفت او الاوتوديسك ريفت الملفات دي كده كده موجوده. فانت لو عملت لها كوبي لوكال ترو هيروح يضيف نفس الملفات ثاني، فاكنك بتزود مساحه على الفاضي مالهاش لازمه. فكده كده اي حد استخدم البراجن بتاعك طبيعي ان هو هيكون عند ريفت، فالملفات دي كده هتكون موجوده فمش محتاج تضيفها، هو كده هيروح يكلم الملفات دي دايركت مباشره. فاحنا نقف على الاثنين دول، نعمل كنترول كده ونقف عليهم الاثنين ونخلي الكوبي لوكال دي فولد.
كده خلاص انا اعمل البلوجن بتاعي واصدره، الملفات دي مش هتنسخ تاني، ان هي كده كده موجوده اصلا على السي بتاعت نسخه اليوزر اللي هيستخدم البلوجن. طيب عايزين بعد كده نرجع نكمل البرزنتيشن بتاعتنا عشان نشوف اللي احنا عايزين نعمله النهارده او الاساسيات اللي عايزين نتعلمها عشان نبدا نشتغل على الريفت اي باور. طيب عشان تعمل بلوجن او تعمل اي امر جديد في الريفت اي بي اي لازم تستخدم حاجه اسمها اكسترنال كوماند. الاكسترنال كوماند ده معناه او ترجمه حرفيه بتاعته امر خارجي، يعني هو الريفت اي بي اي ده في اوامر، او ريفت بشكل عام في اوامر موجوده، يعني بتعمل كوبي بتعمل موف لاي حاجه، كل ده موجود اوريدي على الريفت. اي حاجه انت هتعملها اضافيه اسمها اكسترنال كوماند. فعشان تستخدم الريفت اي بي اي او تعمل امر اضافي او تعمل حاجه اضافيه داخل الريفت لازم تطبق انترفيس اسمه اي اكسترنال كوماند. الانترفيس ده لو حد ما عندوش خلفيه عن البروجرامينج بيبقى عباره عن حاجه زي الكلاس كده او تجميعه شويه اوامر او حاجات معينه. لو انت عايز حد يجي يستخدم الحاجه دي بتجبره على طريقه معينه، يعني بتقول له عشان تستخدم الحاجه بتاعتي لازم تطبق الانترفيس بتاعي. فهو عشان يستخدم ريفت اي او يعمل امر اضافي الريفت لازم عامل حاجه اسمها اي اكسترنال كوماند. عشان تعمل امر اضافي لازم تطبق او تمبلمنت الانترفيس ده. طيب الانترفيس ده داخله فانكشن او ميثود اسمها اكسكيوت. انت لازم عشان تستخدم الكلاس ده او الانترفيس ده لازم تطبق ميثود اسمها اكسكيوت. طيب اكسكيوت دي بتاخد 3 بارامترز او 3 بارامترز. الثلاث بارامترز دول عباره عن كوماند داتا والمسج والالمنتس، هنشوفهم في السلايد الجايه ونفهم كل واحده عباره عن ايه. والميثود دي بترجع ريزلت من نوع انام، يا اما سكسيدد يا اما فيلد يا اما كانسل. طيب تعال نشوف البارامترز الاول دي عباره عن ايه. البارامترز قلنا عباره عن 3 حاجات. اول حاجه الكوماند داتا اللي هي من نوع او الاوبجكت بتاعها من نوع اكسترنال كوماند داتا. الكوماند داتا دي باختصار شديد هي عباره عن الريفت نفسه، يعني انت ده واخد ريفرنس من الابلكيشن او الفيو او الدوكمنت اللي انت بتستخدم عليها، يعني مثلا نسخه الريفت اللي عندك على الجهاز. هو الكوماند داتا ده عشان تاكسس اي حاجه داخل الريفت لازم تاكسس الكوماند داتا. يبقى الكوماند داتا بالنسبه لنا هو عباره عن الريفت نفسه. لو حد استخدم لغه برمجه قبل كده هيلاقي في حاجه اسمها الزس. الزس دي داخل اي ابلكيشن او اي كود عباره عن الحاجه اللي انت واقف عندها. فالكوماند داتا ده بالنسبه للريفت هي الزس بالنسبه لاي ابلكيشن. تاني حاجه مسج، ده من نوع سترنج. السترنج ده عباره عن تكست. التكست ده او المسج دي فايدتها ايه؟ فايدتها لو الابلكيشن او البلوجن بتاعتك فشلت او حصل فيها اي ايرور في النص، او اليوزر مثلا كنسل الامر، وانت عايز تظهر اليوزر حاجه معينه تقول له مثلا ان خلي بالك انت عدلت حاجه والحاجه دي مثلا ما كملتش، او في امر او في ايرور مثلا هو عمله او حاجه غلط، تظهر له الحاجه دي وتوضحها له. فانت بتقول له المسج دي بتقول له المسج دي عباره عن كذا. بعد ما بيحصل فيلير او اليوزر يكنسل الامر، يعني بيبقى فيلد او كنسل، في الحاله دي الريفت بيظهر زي بوكس كده او ويندو او مسج بوكس بيبقى فيها السترنج او المسج اللي انت كتبتها لليوزر. يبقى فائده المسج دي تاني ان لو حصل اي ايرور او اليوزر كنسل الامر وانا عايز اظهر حاجه معينه لليوزر بحط الحاجه دي في المسج والمسج دي بتظهر لليوزر. طيب ثالث حاجه، ثالث حاجه حاجه اسمها الاليمنتس، ودي من نوع اليمنت سيت. الاليمنت سيت او دي عباره عن ليستد اليمنت، يعني لسته من الاليمنت. الاليمنتس في الريفت هي عباره عن اي حاجه في الموديل، يعني اي انوتيشن، اي عمود، اي كاميرا، اي دور، كل دي عباره عن اليمنتس. اي حاجه داخل الموديل او ريفت موديل عباره عن اليمنت. طيب اليمنت سيت دي فايدتها ايه؟ نفس فايده المسج، لو حصل فيلير او كانسلد وانت مثلا اليوزر كان بيعدل في شويه اليمنتس معينه او بيعمل حاجه مرتبطه باليمنتس معينه وانت عايز تقول له خلي بالك الاليمنتس دي ما حصلهاش تعديل انت كنت عايز تعمله، او حصل فيها تعديل بس التعديل ده ما كملش، او ان كان الحاجه اللي انت عايز تعملها، هتضيف داخل الاليمنتس دي او داخل الليست دي جميع الاليمنتس اللي تم تعديلها اليوزر، او اي اليمنتس انت عايز تهايلايت اليوزر عليه هتضيفها داخل اليمنت سيت. نفس الفكره، هيظهر المسج بالسترنج اللي احنا قلنا عليه بالمسج لليوزر، وفي نفس الوقت هيعمل هايلايت زي ما مكتوب كده هايلايت على السكرين على جميع الاليمنتس اللي انت ضفتها للاليمنت سيت. يبقى اليوزر عرف ان حصل فيلير، ظهر له المسج بالمسج اللي هو عايز يظهرها بتاعه الايرور، وفي نفس الوقت عمل هايلايت على اي اليمنت حصل فيه مشكله او 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 فيها نتيجه غير متوقعه او اي حاجه او ايا كان الكيس اللي انت بتستخدمه. الريترن بتاع الاكسكيوت، الريترن بتاع الاكسكيوت ميثود عباره عن انام. الانام ده عباره عن زي لسته كده
بس فيها الاوبشن ساعتها حاجه محدده زي فكره الكومبو بوكس. لو انت بتستخدم مثلا او جيت مثلا بتختار حاجه او بتعمل لوجن على موقع او اي حاجه, ممكن يقول لك مثلا كومبو بوكس كده زي لسته بتختار منها, فانت بيجبرك على حاجات معينه تختار منها. فالاكسكيوت ده بترجع الانوم, الانوم ده عباره عن ريزلت, الريزلت ده عباره عن ثلاث حاجات هي نتيجه الريزلت بتاع اليوزر عن امر معين. بعد ما خلص الامر هل الامر نجح, يبقى الريزلت بتاعتنا سكسيدد. في الحاله دي الريفت هيعمل كوميت او هيحفظ جميع التغييرات او يعمل سيف لجميع التغييرات اللي حصلت من خلال الامر. يعني مثلا هدي مثال, لو انت تعمل مثلا حاجه بتعمل موف لدور مثلا من مكان لمكان تاني وخلاص الريفت البلوجن حصل له سكسيدد او نجح ان هو يعمل الكلام ده, يبقى خلاص الريفت هيحفظ التغييرات دي, يبقى هو كده الريزلت بتاعتنا سكسيدد. طيب الحاله الثانيه يحصل فيلير, يعني هو بيعمل موف للدور ده او الحاجه اللي هو بيعملها في حاجه غلط حصلت في النص او اليوزر عمل حاجه غلط, وبالتالي النتيجه بتاعتنا هتبقى ريزلت دوت فيلد او ان هيحصل ايرور او فشل. وفي الحاله دي زي ما قلنا لو انت عامل مسج كاتب مسج لليوزر هيظهر اليوزر ايرور كانت بي اجنورد, يعني الايرور ده ما ينفعش تجنوره او ما ينفعش تهمله لان هو حصل فيلر في حاجه معينه, فلازم اليوزر يعرف ايه اللي حصل فيها المشكله, فبالتالي يظهر لي المسج اللي قلنا عليه. الحاله الثالثه ان اليوزر يكنسل الامر, يعني مثلا اليوزر كان بيعمل موف لدور معين وبعدين رجع في كلامه فهيدوس تك على سكيب مثلا او يدوس على اي مكان تاني, في حاله دي هو رجع في كلامه مش هيكمل الامر, ففي الحاله دي بيظهر عباره عن كنسل او ان اليوزر كنسل الامر. في الحاله دي هيظهر لو انت عامل مسج هيظهر اليوزر برضو شكل بوكس كده او ويندو, بس في الحاله دي مش تبقى ايرور, هتبقى ورننج كان بي اجنورد, يعني في الحاله دي هيظهر له زي تحذير او تنبيه بس هو ممكن يهمله عادي لان هو في الاخر هي مش حاجه هتاثر على الموديل او مش حاجه هتبوظ الموديل لان ما حصلش فيلير في الموديل, هو مجرد بس ان اليوزر عمل كنسل للامر. طيب عشان ناكسس الريفت, احنا قلنا عشان ناكسس الريفت عندنا الكوماند داتا اللي هي الزيس بتاع الريفت. طيب الكوماند داتا دي جواها حاجتين, حاجه اسمها ابلكيشن وحاجه اسمها دوكيمنت. طيب ايه الابلكيشن وايه الدوكيمنت؟ باختصار شديد الابلكيشن ده عباره عن الريفت سيشن اللي انت فتحها, يعني هو برنامج الريفت نفسه, بمعنى ان انت لو فاتح برنامج الريفت وبتعمل حاجه في الموديل الريفت نفسه او البرنامج الويندو بتاع الريفت كلها هو عباره عن الابلكيشن, يبقى هو ده الريفت سيشن. بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الدوكيمنتس بقى, بيحتوي على الاوبشنز بتاعه البرنامج, على سيتنجز, على البارامترز, على الكلام ده كله, يبقى هو الحاجه العامه اللي بتحتوي على كل الحاجات الخاصه بالريفت هو الابلكيشن. طيب تاني حاجه الدوكمنت. الدوكمنت ده عباره عن البروجكت فايل, بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يكون الابلكيشن او ريفت ابلكيشن اللي عندي فيه اكتر من بروجكت مفتوحين, فانت هتشتغل على انه بروجكت فيهم, كل بروجكت منهم يعتبر دوكمنت داخل الابلكيشن. يبقى نفهم من هنا ان الابلكيشن ده الليفل الاعلى في الهيراركي او في التقسيمه, والدوكمنت دي ليفل اقل من الابلكيشن, يعني الابلكيشن بيحتوي على مجموعه دوكمنتس والدوكمنت دي حاجه داخل الابلكيشن. قلنا ان الابلكيشن ده عباره عن ريفت سيشن بشكل عام والدوكمنتس ده عباره عن الريفت بروجكت فايل. طيب الابلكيشن برضو بيتكون من حاجتين, من ابلكيشن ومن يو اي ابلكيشن. الفرق بينهم في كلمه اليو اي هي اليوزر انترفيس, بمعنى ان اليو اي ابلكيشن دي الحاجات اللي بتخص اليوزر والابلكيشن الحاجات اللي مش بتخص اليوزر. بمعنى ايه؟ بمعنى اليو اي ابلكيشن حاجه مثلا زي الريبون بانلز. اللي هي ايه الريبون بانلز؟ انت بتشوف مثلا الايقونات اللي فوق موف مثلا بتلاقي ليها ايكون معين, بتلاقي كلمه اركتش مثلا ليها ايكون معين وهكذا. يبقى الحاجات اللي هي المظاهر بتاعت الريفت اللي فوق او التابات اللي فوق او القوائم اللي فوق دي كلها حاجه خاصه باليوزر انترفيس. طيب تحتوي على ايه تاني اليو اي ابلكيشن؟ الاكتف دوكمنت, يعني الدوكمنت اللي فيها اكتف دلوقتي, يعني انت الريفت بروجكت فايل اللي انت واقف عليه دلوقتي بالفعل ده برضو يعتبر داخل اليو اي ابلكيشن. طيب الابلكيشن هو باختصار اي حاجه مالهاش علاقه باليوزر انترفيس, يعني هو all other application level properties او اي حاجه سيتنجز خاصه بالريفت بس مش بالدايركت او بالتعامل مباشره مع اليوزر. طيب الدوكمنت برضو نفس الفكره, في يو اي دوكمنت وفي الدوكمنت. اليو اي دوكمنت دي دوكمنت مش ابلكيشن, هبقى اصلحها. اليو اي دوكمنت برضو هي الحاجات الخاصه بالدوكمنتس بس بتتعامل مع اليوزر انترفيس,
والدوكمنت هي اي حاجه ثانيه مش بتعامل مع اليوزر انترفيس بس خاصه بالدوكمنت. طيب زي ايه مثلا؟ اليو اي دوكمنت زي مثلا لو انا اليوزر بيسلكت مثلا عنصر من عناصر دور مثلا او باب او شباك او اي حاجه في الموديل، في الحاله دي اليوزر في تفاعل ما بينه وما بين اليوزر، ان اليوزر بيسلكت عنصر معين. كلمه سلكت دي او سلكشن دي عباره عن تفاعل ما بين اليوزر وما بين الدوكمنت. يبقى في الحاله دي السلكشن او الحاجات الخاصه بالسلكشن تبقى داخل اليو اي دوكمنت. طيب الدوكمنت هي اي حاجه خاصه مش بالدوكمنت بس مش بتتفاعل بشكل مباشر مع اليوزر. يعني مثلا الاليمنتس نفسها بتاعه الموديل، الاعمده، الشبابيك، الكلام ده كله، البروبرتيز بتاعتها، الكلام ده كله. طيب عندي حاجه مهمه جدا بقى قبل ما ندخل نطبق حاجه كده كودنج على الفيجوال ستوديو او على البروجرامنج، ودي حاجه مهمه جدا حتى لو انت يوزر عادي في الريفت مش بروجرامر لازم تبقى عارفها، وهناخد التقسيمه بتاعتها برضو داخل الريفت اي بي اي. ان انا اي ريفت اليمنت عباره عن اربع حاجات او حاجه من اربع حاجات، يا اما كاتيجوري، يا اما فاميلي، يا اما سيمبل، يا اما انستنس. طيب الكاتيجوري والفاميلي والسيمبل والانستنس ناخد كل حاجه منهم كده بشكل اكثر تفصيلا بحيث نفهم الموضوع عباره عن ايه. ده هيفرق معانا في الحاجه اللي عايزين نعملها النهارده، تطبيق على الكودنج في ريفت بي اي، وهيفرق معانا بشكل عام حتى في المحاضرتين الجايين، او حتى لو انت هتكمل مع نفسك لازم تبقى فاهم الاساسيات بتاعه ريفت اليمنت. لان انت اي اليمنت هتستخدمه هيبقى اقرب حاجه من اربع حاجات، يا اما كاتيجوري، يا اما فاميلي، يا اما سيمبل، يا اما انستنس. وكل واحده منهم ليها خصائص معينه فلازم تبقى فاهم كل واحده فيهم عباره عن ايه. طيب الكاتيجوري دي عباره عن ايه؟ عباره عن باختصار الجنرال كلاس او التقسيمه العامه بتاعه الاليمنت. يعني بمعنى ان انت عندك مثلا، هل ده مجموعه شبابيك يبقى ويندوز، هل مثلا ابواب يبقى دورز، مثلا كولومز، اعمده، وهكذا. يبقى التقسيمه العامه بتاعه الاليمنتس هي الكاتيجوري. طيب داخل الريفت اي بي اي بتبقى عباره عن انام بلت ان كاتيجوري. يعني بلت ان كاتيجوري ده عباره عن لسته فيها بقى يا اما مثلا ويندوز، يا اما دورز، يا اما ان كان الحاجه اللي انت هتستخدمها. طيب الكاتيجوري ده بيتقسم لتقسيمتين، يا اما موديل كاتيجوري، يا اما انوتيشن كاتيجوري. الموديل كاتيجوري من اسمه الحاجه الخاصه بالموديل، زي مثلا البيمز، الكولمز، الدورز، الويندوز، الكلام ده كله. الانوتيشن حاجه خاصه بالتكست او الانوتيشنز، زي الدايمنشنز، الجريدز، الليفلز، النوتس، الكلام ده كله. في حاجه هنا على الشات، صوت يا جماعه، الناس اللي كاتبه الصوت، الناس بقيت الناس سامعه ولا مشكله خاصه؟ تمام. طيب هو الناس يا علي، الناس بتقول ان الصوت كويس، ف حاول تشوف ايه المشكله عندك بقى، ممكن يكون في مشكله عندك انت. عامه ان شاء الله يعني لما اسجل المحاضره وارفعها على اليوتيوب والصوت هيبقى شغال ان شاء الله، فلو ما توفقتش انت تحضر معانا دلوقتي يبقى موجود على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. طيب فقلنا الكاتيجوريز دي عباره عن موديل كاتيجوري او انوتيشن كاتيجوري، وانا الكاتيجوريز دي عباره عن التقسيمه العامه بتاعه اي اليمنتس داخل الريفت. ناخد بالنا بس نرجع خطوه ورا كده، احنا قلنا كاتيجوري وفاميلي وسيمبل وانستنس، كل تقسيمه او كل حاجه من دول اعلى من اللي قبلها. يعني كاتيجوري دي التقسيمه الاعم، الفاميلي حاجه اقل شويه، السيمبل اقل شويه، الانستنس اقل تقسيمه ممكنه. يبقى احنا هننزل هناخد كده من التقسيمه من فوق زي بشكل هرمي، نبدا ننزل خطوه خطوه، الكاتيجوري تحتها الفاميلي، تحتها السيمبل، تحتها الانستنس. طيب خلصنا الكاتيجوري، بعد كده عندنا الفاميلي. الفاميلي ده انا خلاص وليكن مثلا دخلت على الكاتيجوري بتاعه الدورز، فالدورز دي عباره عن مجموعه فاميليز، ممكن فاميلي مثلا سنجل دور، ممكن فاميلي دبل دور، ممكن تريبل دور، وهكذا. يعني الفاميلي نفسها هو عباره عن دور، كلهم عباره عن دورز، كلهم داخل الكاتيجوري بتاعه الدور، بس في اختلاف في الشكل او في اختلاف في التصنيف بتاع الدور ده. هل هو دور مثلا من باب واحد، ولا بابين بيتفتحوا قدام بعض، ولا بين مثلا واحد بيفتح والتاني ثابت، وهكذا. يبقى في حاجه من الثلاثه، يا اما البارامترز يعني الابعاد بتاعه الدور او تقسيمه البارامترز بتاعتها، او الاستخدام. يعني هل الباب بتستخدم مثلا كده، مثلا بالنسبه للباب هل فتح من ناحيه واحده، فتح من ناحيتين، وهكذا. او الريبريزنتيشن يعني الشكل بتاع الدور ده او الشكل بتاع الاليمنت ده. طيب نفس الفكره الفاميلي ليها تقسيمتين، يا اما كومبوننت فاميلي، يا اما سيستم فاميلي. والكلام ده زي ما قلنا حتى لو استخدم الريفت بدون ما تستخدم برمجه لازم تبقى فاهم الكلام ده. ولو انت فاهم الكلام ده ودخلت في البرمجه الموضوع هيبقى بالنسبه لك امتع واحسن بكتير. طيب السيستم فاميلي هي عباره عن الحاجات اللي جايه جاهزه مع زي حاجه موجوده في ريد بشكل مباشر، دي عباره عن سيستم فاميلي. الكومبوننت فاميلي الحاجه اللي انت
او الفهم اللي انت بتعمل لها كرييشن انت من نفسك او بتعمل لها لود في البروجكت. يعني مثلا يا اما فاملي حد عاملها قبل كده ورفعها على اونلاين على الانترنت فبتنزلها ده كومبوننت فاملي، او فاملي انت بنفسك عاملها وعايز تعمل لها لود في البروجكت بتاعك يبقى الكومبوننت فاملي دي حاجه تقدر تعمل لها لود او كرييت، والسيستم فاملي دي حاجه بتبقى جاهزه موجوده داخل الريفت. يبقى احنا كده قلنا الكاتيجوري، قلنا مولاكم مثلا كده الدور داخل الكاتيجوري بتاع الدورز في مجموعه تمريرات، ولكن مثلا سجل سنجل دور، في مثلا دبل دور تريبل دور وهكذا. طيب نخش على التقسيمه الاقل، ولكن مثلا احنا خلاص اخترنا السنجل دور، السنجل دور ده داخل تقسيمه السنجل دور او الفاميلي في حاجه اسمها السيمبل او بين قوسين التايب. لو حد بيستخدم برنامج الريفت هيبقى فاهم كلمه تايب عباره عن ايه، اللي هو التايب نفسه اللي انت لو انت هترسم او هتموديل مثلا دور او هتحط دور في الموديل بتاعك هتقول له انهي تايب هتستخدمه، هل مثلا السنجل دور اللي ارتفاعه 2 متر ولا ارتفاعه 2.2 ولا 1.8 وهكذا. يبقى هنا احنا نفس الفاميلي اللي هي السنجل دور بس التقسيمه الاقل، هي الابعاد بتاعتها بالظبط عباره عن ايه. يعني خلاص دخلت الدورز، دخلت السنجل دور الفاميلي بتاع السنجل دور، بس السنجل دور ده ممكن ابعاده مختلفه، ممكن دور ارتفاعه مثلا متر ونص، دور متر 8.10، ممكن دور 2.2 حسب الدور ده بيستخدم ثاني حته او البرامج بتاعته عباره عن ايه. بالتالي يبقى انا دخلت على تقسيمه الطيب، يعني هي نفسها الفاميلي بس في تغيير في الابعاد، الابعاد مش ثابته حسب كل الفاميلي، ممكن تبقى اكتر من طيب، ممكن يبقى نفس الفاميلي بنفس الشكل نفس كل حاجه بس الابعاد مختلفه. والسيمبل قلنا بيطلق عليها لفظ الطيب. طيب عندي حاجه اسمها الفاميلي سيمبل وحاجه اسمها الاليمنت طيب. الفرق بينهم باختصار يعني في داخل الريفت السيمبل ده يا اما هيبقى اسمه فاميلي سيمبل يما هيبقى اسمه إليمنت تايب. الفرق بينهم باختصار الفاميلي سيمبل ده كلاس بينهيرت من إليمنت تايب. كلمة انهيرت أو انهيرتنس في البرمجة لو حد ما عندوش خلفية عبارة عن الكلاس أو الإليمنت ده واخد نفس الخصائص بتاع الإليمنت تايب وممكن يكون مزود عليها بعض الخصائص التانية. طيب ليه في اتنين؟ ليه في فاميلي سيمبل وليه في إليمنت تايب؟ يعني زي ما لما كان في فاميلي وكان في كاتيجوري، ايش معنى هنا عملنا حاجتين؟ هنيجي بقى للنقطة دي، نقطة مهمة. ليه؟ ان انا عندي الفاميلي عباره عن كومبوننت فاميلي سيستم فاميلي، فالكومبوننت فاميلي ده بيطلق عليه فاميلي سيمبل، الاليمنت تايب للسيستم فاميلي. النقطه الثانيه ان انت ممكن تبقى الفاميلي ده داخل الفاميلي اديتور او المانجر، يعني وانت بتعدل داخل الفاميلي نفسها اسم الحاجه اسمها طيب، بس لما تروح على الموديل هيبقى اسمها فاميلي سيمبل. الكلام ده يوضح معانا في المحاضره، في المحاضره الجايه واللي بعدها لما نيجي نشتغل على حاجه في الفلور نفس الفرق ما بينهم، بس انا حبيت اقولها برضو ان احنا عندنا الطيب هو نفسه فاميلي سيمبل وهما نفسه اليمنت تايب، بس كل واحده منهم حسب الاستخدام بتاعها حسب هو فاميلي كومبوننت فاميلي ولا سيستم فاميلي او الكلام ده كله. طيب عندي بعد كده التقسيمه للاقل بقى اللي خلاص العنصر نفسه، يعني انا خلاص دلوقتي دخلت على الدورز، دخلت على الفاميلي بتاع السنجل دور، دخلت على السنجل دور اخترت مثلا الدور ابعاده مثلا 90 سنتي في ارتفاع 2 متر. طيب انا ممكن من نفس الدور ده يبقى عندي 10 دورز مثلا او 10 ابواب في نفس الشقه او في نفس مثلا المود اللي بشتغل عليه، يبقى هم كلهم من نفس الطيب، كلهم من نفس الفاميلي، كلهم من نفس الكاتيجوري، بس كل واحد ليهم فيهم هو عباره عن انستنس او اليمنت مختلف عن الثاني، لان كل واحد موجود في مكان مختلف عن الثاني. يبقى باختصار كده الانستنس ده هو الايتم اللي انا هعمله كرييشن من الطيب بس ليه لوكيشن معين، يعني هو مستحيل يبقى نفس الايمنت ليه نفس اللوكيشن الا انت تحطهم فوق بعض، دي حاجه مش منطقيه في الريفت. فعشان يفرقوا ما بين الانستنس وبعضها، يعني لو انت عندك التايب في اكتر من انستنس كل انستنس ليه اي دي مختلف عن الثاني، يعني ليه ايدنتيفاير زي الرقم القومي بتاعه كده، يبقى الرقم القومي بتاع الانستنس ده بيفرق ما بينه وبين اي انستنس ثاني، بحيث لو انت عايز تجيب ايلمنت معين تجيبه بالاي دي، فالاي دي بتاعه ده مستحيل يكون متكرر في الموديل، كل ايلمنت ليه اي دي مختلف عن التاني. طيب عايزين برضو ناخد مثال على الكلام ده عشان نكون فاهمين الموضوع بشكل افضل. خلينا نخش مثلا دي حاجه برضو واخدينها من برنامج الريفت. لو انت قلنا الكاتيجوري مثلا مثال كاتيجوري بتاعت الدورز او الابواب، دي كده التقسيمه العامه، ممكن يبقى قصادها مثلا الويندوز، قصادها الكولمز، قصادها انوتيشنز، الكلام ده كله. طيب فاحنا دخلنا على الكاتيجوري بتاعت الدورز، كلام جميل زي الفل. داخل الكاتيجوري بتاع الدور في اكتر من فابلي، ممكن السنجل فلاش، ممكن دبل فلاش، ممكن تريبل فلاش وهكذا. طيب دخلنا على الام سنجل فلاش، يبقى كده الفاميلي اللي داخل الكاتيجوري. داخل نفس الفاميلي دي هتلاقي نفس
الدور بنفس كل حاجه، بس في اختلاف في ابعاد معينه. يعني هتلاقي مثلا دور 76 سنتي في 2 متر، دور مثلا 86 سنتي في 2 متر، دور 915 سنتي او 915 ملي معلش في 2 متر، وهكذا اللي هو 90 سنتي في 2 متر. يعني يبقى هنا الفاميلي دخلنا على الطيب. الطيب ده اختلاف في البارامترز او اختلاف في الابعاد بتاعه نفس الفاميلي. طيب اكيد لو حد استخدم برنامج بريفت شاف حاجه بالمنظر ده قبل كده، شاف ان انت مثلا لو بتيجي ترسم دور او بتعمل موديل لدور على الريفت او اي او ايا كان، احنا واخدين مثال الدور هنا، هتلاقي انت بترسم او بتعمل موديل على الشمال في البراوزر بتلاقي في الاسم الطيب اللي انت بتستخدمه او اللي هتعمل موديل منه، بتلاقي مكتوب ام سنجل فلاش 915 في 2134 اللي هو 90 سنتي في 2 متر. ده الطيب اللي انت هتعمل موديل او هتعمل انستنس منه او هتعمل كرييشن لانستنس من الطيب ده. لو انت دوست على ايديت طيب بيظهر لك الطيب بروبرتس بتاعت الطيب ده، اللي هو تقدر بقى تخش تعدل في الابعاد بتاعته، تعدل في الويدث، تعدل في الهايت، الكلام ده كله. وممكن تعمل دوبليكيت منه، تعمل طيب تاني، وممكن تعمل رينيم، تغير الاسم بتاعه وهكذا. يبقى احنا كده خلينا على مستوى الطيب بتاع الاليمنت. طيب المستوى اللي اقل منه، انت خلاص استخدمت الطيب ورسمت منه مثلا اليمنت او انستنس اللي هو الدور اللي هنا ده. لو انت وقفت على الانستنس ده، يعني دوست عليه بالماوس او عملت كليك عليه، هتلاقي على الشمال ظهر البروبرتس بتاعته. دي اسمها انستنس بروبرتس او الخصائص الخاصه بالاليمنت ده، اللي هي نفسها الخصائص بتاعت الطيب بس بالاماكن او البوزيشن بتاع الدور ده. يعني مثلا لو الدور ده في الليفل الاولاني هتلاقي مكتوب هنا الليفل الاولاني، لو الدور في الليفل الثاني يبقى الليفل الثاني. طيب ممكن الستيل هايت بتاعه مختلف، يبقى الستيل هايت بتاعه هتلاقيه موجود، وهكذا. كل اليمنت من دول او كل اليمنت انت رسمه ليه انستنس بروبرتس مختلفه عن الاليمنتس الثانيه. طيب خلينا نرجع تاني للكودنج، وعايزين نعمل ايه؟ عايزين احنا قلنا كاتيجوري وفاميلي والسيمبل والانستنس، عايزين نجيب اي اليمنت من الموديل ندوس عليه، مجرد ما ندوس عليه بس نعمل ادن صغيره كده او اضافه صغيره، مجرد ما ندوس على الاليمنت ده يظهر لي اسم الكاتيجوري بتاعته، الفاميلي بتاعته، السيمبل او الطيب، الانستنس بتاعه، ويظهر الاي دي. يعني هنريتريف او نجيب الانفورميشن او الديتيلز بتاعه الاليمنت اللي احنا وقفنا عليه. يبقى احنا الهدف بتاعنا دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ ندخل على فيجوال ستوديو وهنعمل برنامج صغير بيجيب التفاصيل بتاعه الاليمنت ده او العنصر ده. تمام، نرجع تاني للفيجوال ستوديو. انا عايز بس اتاكد الخط واضح ولا اكبر الخط بتاع الكودنج. لو الخط واضح الناس تكتب لي، ممكن اكبره واعمل زوم شويه. تمام، طيب هو في ناس تقول كبره فانا هكبره برضو احتياطي كده. كويس، تمام. طيب احنا دلوقتي خلاص بعد ما ضفنا ريفت اي بي اي وريفت اي بي اي يو اي وعملنا الكوبي بتاعهم اللوكال، عملنا فولس عشان ما ينسخش نفس الملفات تاني، عايزين نبدا نشتغل. قلنا هنعمل ايه؟ هنريتريف البيانات بتاعت الاليمنت. يعني هسلكت اليمنت، وبعد ما سلكته او اعمل سلكشن عليه هيظهر لي بوكس كده يقول لي الاليمنت ده اسمه كذا، الاي دي بتاعه كذا، الكاتيجوري بتاعته، السيمبل، الكلام ده كله. طيب فانا هسمي مثلا الامر ده بتاعي، مثلا عايز اسميه وليكن جيت اليمنت انفورميشن، جيت اليمنت انفو. طيب احنا قلنا اول خطوه عشان نبدا نشتغل هنعمل ايه؟ قلنا ان في حاجه اسمها اي اكسترنال كوماند، وده اي حد عايز يعمل اي اضافه في الريفت لازم يمبلمنت او يطبق الحاجات بتاعه الاي اكسترنال كوماند. طيب عشان اطبق حاجه زي كده، السي شارب الامبلمنت بتاعها او انك تطبق حاجه موجوده انترفيس زي ما قلنا، بتعمل ايه؟ جنب اسم الكلاس بتدوس نقطتين اللي هو علامه الكولون، وبتقول له اي اكسترنال كوماند. دي الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها امبلمنت او نطبقها. طيب هو هنا
مش عامل علامه ايرور ليه او شكل احمر؟ لان هو مش عارف ان في حاجه اسمها اكسترنال كوماند. طب ازاي يا عم انت مش احنا ضفنا ريفيتيف اي وريفيتيف اي واي، ازاي انت مش عارف؟ لان هنا عشان تبدا تكتب الحاجه لازم تكتب الفول نيم بتاعها، يعني تكتب ريفيتيف اي دوت كذا دوت كذا لحد ما توصل للاي اكسترنال كوماند. طب عشان ما اعملش حاجه زي كده هعمل يوزنج للنيم سبيس او الفولدر اللي ده اللي داخل ريفيتيف اي وريفيتيف اي واي، بحيث ان هو يبدا يتعرف على الكلام. طيب يا اما اعمل مانوال هكتب يوزنج واكتب الريفيت اي بي اي كذا، او الحاجه الثانيه ان انا هقف على الحاجه اللي هو عامل عليها ايرور وادوس كنترول دوت، ادوس كنترول دوت مع بعضها هيجيب لي اقتراح او سوجيشن يقول لك انت عايز تعمل يوزنج للديسك ريفيت يو اي، هقول له اه تمام ادوس عليها. يبقى هو كده يضافها فوق عنده يوزنج ديسك ريفيت يو اي، يبقى هو هنا الاي اكسترنال كوماند ده داخل الريفت دوت يو اي. طيب هتلاقي عامل ايرور تاني، الايرور التاني ليه يا عم في ايه؟ هدي بقول لك ان دلوقتي انت عملت امبلمنت الانترفيس او ضفت الانترفيس بس ما ضفتش الفانكشنز اللي جواه. احنا قلنا الانترفيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميثود او فانكشن اسمها اكسكيوت. فاحنا عشان لازم نطبق الانترفيس بشكل صح لازم نعمل الاكسكيوت دي، في اما اضيفها بشكل مانوالي بشكل انا اللي اعمله مباشره او اخليه ديف فالي. فانا برضو عشان ديف فالي اي حاجه اخليها اعملها اوتوماتيك ادوس كنترول دوت، ادوس كنترول دوت على الحاجه اللي عامل عليها ايرور هيقول لي امبلمنت انترفيس، اقول له اه دوس عليها هتلاقيه ضاف لي الميثود بتاع الاكسكيوت. زي ما قلنا الاكسكيوت دي هتلاقيه بترجع حاجه اسمها ريزلت، ولو وقفنا عليها كده هتلاقيه بيقول لك انام ديسك ريفيت يو اي دوت ريزلت، بيقول لك ان هو بيديك الاستاتس بتاعت الابلكيشن لما يخلص اكسكيوشن. وهتلاقي الاكسكيوت بتاخد ثلاث حاجات، حاجه اسمها كوماند داتا، حاجه اسمها المسج، حاجه اسمها الاليمنتس. اه ده نفس الكلام اللي قلناه واحنا في البرزنتيشن. هتلاقي كوماند داتا لو وقفت عليها هيقول لك ده contains the reference to application and view، يعني ده بيحتوي على application والdocuments والحاجات الخاصة بالريفت. طيب المسج لو وقفنا عليها يقول لك ان المسج دي هتظهر اليوزر لو حصل failure في الامر، نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب الelements هتلاقي برضو بيقول لك ده مجموعة الelements اللي انت عايز تظهرها اليوزر او تعمل لها highlight لو حصل برضو failure. طيب عايزين نبدأ نشتغل ونعمل حاجة اللي احنا عايزين نعملها. نبدأ نشتغل ازاي؟ هو هنا طبعا عامل ايرور على الاكسكيوت عشان هو بيرجع ريزلت وانت مش مرجع الريزلت دي. فاحنا عشان بس نخليه يسكت دلوقتي هنعمل ريتيرن ريزلت وبعد كده هنشتغل عليها. اقول له ريتيرن ريزلت دوت مثلا سكسيد. طيب عايزين نبدأ نشتغل هنعمل ايه؟ قلنا ان مدخل الشغل بتاعنا كله عباره عن الكوماند داتا، ده عباره عن الريفرنس بتاع الريفت. فانت لو عايز تجيب ابلكيشن، عايز تجيب مثلا الدوكيمنت، عايز تجيب اي element داخل ريفت لازم تدخل على الكوماند داتا. طيب يبقى احنا عشان نستخدم اي حاجه ندخل على الكوماند داتا. طيب انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب عايز اعمل سيلكشن لعنصر، والعنصر ده لما اعمل سيلكشن عليه يجيب لي البيانات بتاعته. طيب خلينا ناخد خطوه خطوه. يبقى انا اول حاجه عايز اعمل سيلكشن لعنصر. عشان اعمل سيلكشن لعنصر هعمل ايه؟ هستخدم الابلكيشن ولا اليو اي ابلكيشن ولا اليو اي دوكيمنت ولا الدوكيمنت؟ هم اربع حاجات، هم دول مفيش حاجه غيرهم اللي ممكن استخدمها. طيب احنا قلنا لو لما رجعنا للبرزنتيشن تاني هتلاقي ان احنا عشان نعمل سيلكشن لحاجه يبقى احنا كده دخلنا على الدوكيمنت، بس طالما ليه علاقه باليوزر يبقى يو اي دوكيمنت. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى اليو اي دوكيمنت. احنا قلنا اليو اي دوكيمنت لو هعمل سيلكشن لحاجه داخل الدوكيمنت بتاعتي، يبقى اللي انا عايز اعمله ان انا اجيب اليو اي دوكيمنت. طيب اليو اي دوكيمنت هجيبها ازاي؟ من كوماند داتا. طيب هجيب الكوماند داتا اقول له دوت. طيب الكوماند داتا قلنا ان دوكيمنت او اليو اي دوكيمنت ما بتبقاش موجوده مباشره داخل الكوماند داتا، قلنا ان في حاجه اسمها الابلكيشن الاول بتحتوي على الدوكيمنت واليو اي دوكيمنت. يبقى انا الاول هدوس او هجيب الابلكيشن بقول له ابلكيشن دوت، هقول له اكتف يو اي دوكيمنت. يبقى انا كده وصلت لليو اي دوكيمنت. هتلاقيه ولو وقفت عليها هيقول لك ان هي من نوع يو اي دوكيمنت. طيب يبقى احنا دوسنا كوماند داتا، ده بالنسبه لي اللي هو الريفت دوت الابلكيشن دوت ال active UI document. طيب عايز استقبل الكلام ده، هو عامل ايرور عشان انت مش مستقبل الحاجه دي. طيب هستقبلها في ايه؟ استقبلها في UI document. يبقى اقول له UI document هسميها مثلا UI document equal
كده استقبلت الاكتف يو اي دوكمنت. ده كده احنا وصلنا لليو اي دوكمنت داخل الريفت او الدوكمنت اللي انا ممكن اطلب من خلالها اتعامل مع اليوزر انترفيس ازاي ممكن انا اعمل سيليكشن والكلام ده كله. طيب عايز اعمل سيليكشن لحاجه يبقى هقول له اليو اي دوكمنت اللي احنا جبناها دوت. هتلاقي في حاجه اسمها سيليكشن. داخل السيليكشن هتلاقي في حاجه اسمها بيك اوبجكت او بيك اوبجكتس حسب انت عايز تعمل لاكثر من عنصر ولا عنصر واحد. انا هدفي دلوقتي ان اعمل عنصر واحد فادوس بيك اوبجكت يعني القط عنصر واحد او اعمل سيلكت لعنصر واحد. مجرد ما اعمل بيك اوبجكت هتلاقيه بيقول لك نوع الاوبجكت طيب اللي انت عايز تستخدمه ايه. يعني وانت هتسلكت الاوبجكت هتسلكت الاوبجكت ده من الايدج بتاعته من الحرف بتاعته ولا الاليمنت كله يعني هعمل سيلكت الاليمنت كله ولا من الفيس ولا من بوينت اون سيلكشن ولا وهكذا يعني حسب الاوبشن اللي انت هتستخدمه. انا اللي عايز اعمله ان انا اسلكت الاوبجكت كله او اسلكت الاليمنت كله يبقى انا هختار دوت اليمنت. يبقى وظيفه الامر ده ان هو بيدخل على اليو اي دوكمنت بيخلي اليوزر يسلكت اوبجكت واحد من خلال ان هو يعمل سيلكت للاليمنت بشكل كامل. طيب هتلاقي الكلام ده بيرجع حاجه اسمها ريفرنس. لو وقفت على البيك اوبجكت هتلاقيه بيرجع حاجه من نوع ريفرنس. الريفرنس ده عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجه اللي حصل لها سيلكشن من اليوزر او هو بيشاور على الحاجه دي من اسمها ريفرنس معناه بيشاور. طيب معنى كده ان انا لازم استقبل الحاجه دي في الريفرنس. هقول له مثلا ممكن اسميها مثلا سيلكتد اليمنت. يبقى سيلكت اليمنت ده عباره عن اليو اي دوكمنت دوت سيلكشن دوت بيك اوبجكت وبختار الاليمنت. يبقى لحد هنا انا عملت سيلكت للعنصر ده. طيب عشان اجيب البيانات بتاعه العنصر هو الريفرنس ده مش العنصر نفسه ده مجرد ريفرنس للعنصر. بمعنى ايه؟ انت لو معاك مثلا ازازه ميه فانا لو انا بعمل ريفرنس ازازه ميه هشاور على ما اشاور عليها بايدي او بصباعي انا كده بعمل ريفرنس على ازازه ميه بس انا مش معايا الميه في ايدي مش ماسكها في ايدي. عشان امسكها لازم اقول لك هات ازازه الميه جيت ازازه الميه او هاتها واخدها منك وامسكها يبقى انا كده ببقى معايا ازازه الميه. فانا عشان اجيب العنصر ده بشكل فعلي لازم اخش على الدوكمنت واجيب اقول له هات الحاجه اللي ممسوكه او هات الحاجه اللي معموله عليها ريفرنس. طيب انا عشان اعمل كده هعمل ايه؟ قلنا الدوكمنت واليو اي دوكمنت. اليو اي دوكمنت دي الحاجه الخاصه بالسيلكشن او التعامل مع اليوزر. طيب انا عايز امسك عنصر بالفعل او حاجه داخل الموديل يبقى استخدم ايه؟ هستخدم الدوكمنت. طيب الدوكمنت دي موجوده فين؟ خليها هجيب الدوكمنت سميها دوكمنت موجوده داخل اليو اي دوكمنت. يبقى اليو اي دوكمنت دوت دوكمنت كده انا مسكت الدوكمنت بتاعه اللي فيها الموديل او الحاجه اللي فيها الاليمنتس. اقدر من خلال الدوكمنت دي اشوف بقى العناصر اللي حصل لها سيليكشن وابدا امسكها واجيبها واجيب البيانات بتاعتها زي ما احنا عايزين. عايزين نجيب الفاميلي السيمبل والكاتيجوري والانستنس بتاعتها. طيب يبقى احنا اول خطوه هنا جبنا اكتف ده انا كده بعمل زي تكست بس ده مش ده ما يعتبرش امر. مجرد ما عملت العلامتين دول ده مش امر ده مجرد بس ان انا بكتب ملاحظه ده بيجيب ايه. بجبت الاكتف يو اي دوكمنت. طيب الخطوه اللي بعد كده جيت الدوكمنت نفسها. طيب بعد كده سيلكت اليمنت انا كده عملت سيلكت الاليمنت او عملت ريفرنس للاليمنت ده. طيب بعد كده قلنا عشان نجيب العنصر ده او نمسكه هنخش على الدوكمنت ونقول له هات الاليمنت اللي معمول له سيلكشن او هات الاليمنت من خلال الريفرنس اللي معانا. فانا هقول له الدوكمنت دوت هتلاقي في حاجه اسمها جيت اليمنت. يبقى الجيت اليمنت ده بيجيب الاليمنت اللي انت عايز تجيبها حسب بقى الاليمنت ده وول دور ايا كان الحاجه اللي معمول لها سيلكشن. طيب عشان تمسك الاليمنت بيقول لك حاجه من ثلاث حاجات يا اما تحط له الاي دي. وعرفنا من شويه واحنا في البرزنتيشن ان كل اليمنت او كل انستنس ليه اي دي مختلف عن الثاني. وظيفه الاي دي ان هو يفرق ما بينها وبين اي عنصر ثاني عشان لما يجي يمسك الاليمنت ما يبقاش ليه نفس الاي دي ان هو ساعتها مش عارف يمسك ده ولا ده. فهنا ممكن اجيبه من خلال الاي دي. ممكن حاجه ثانيه اجيبه من خلال الريفرنس. ممكن حاجه ثالثه ان انا اكتب الاي دي بايدي اكتب اليونيك اي دي بايدي واديها له يقدر يجيب منه الاي دي. طيب انا هنا ممكن اعمل ايه؟ ممكن احط الريفرنس مباشره اقول له ريفرنس او اللي هو السيلكت اليمنت بالنسبه لي يبقى انا كده مسكت العنصر. او الحاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب الاي دي بتاع العنصر ده وهو امسك الاليمنت منه. يبقى في حالتين يا اما همسك الريفرنس يا اما همسكه من الاي دي. فانا لو مسكت الريفرنس انا خلاص
زي الفل. انا افتكر سيلكت اليمنت. اول حاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب سيلكت اليمنت دوت، هلاقي في حاجه اسمها اليمنت اي دي، يبقى انا كده مسكت الاليمنت بالاي دي. هما الاثنين نفس الحاجه بالظبط، هما الاثنين هياخدوا الاليمنت وهيمسكوه من خلال الدوكيمنت، سواء بالريفرنس اللي هو سيلكت اليمنت او سواء من خلال الاي دي. طيب جيت اليمنت ده بيرجع ايه؟ هتلاقيه بيرجع اليمنت، لان هو مسك الاليمنت فاكيد هيرجع الاليمنت اللي هو مسكه. يبقى انا عايز استقبل الكلام ده في الاليمنت. بيساوي دوكمنت دوت جيت اليمنت، واديله يا اما الاي دي يا اما الريفرنس. طيب انا كده مسكت الاليمنت، يبقى انا كده جيت ذا اليمنت، كده انا مسكت الاليمنت داخل المودن. طيب عايز بعد كده اعمل ايه؟ عايز اجيب البيانات بتاعته. طيب الاليمنت ده قلنا بيحتوي على الاي دي بتاعه، بيحتوي على اسم الانستنس، بيحتوي على الكاتيجوري، على الفاميلي، على الكلام ده كله. طيب هدوس مثلا على الاليمنت اقول له دوت، هتلاقي في حاجه اسمها النيم، يبقى ده الاسم بتاع الاليمنت او اسم الانستنس اللي انت مسكته. طيب هتلاقي في حاجه ثانيه اسمها الاي دي، ده الاي دي بتاع العنصر. طيب الحاجه الثالثه هتلاقي في حاجه اسمها كاتيجوري، والكاتيجوري جواه حاجه اسمها دوت نيم، يبقى انا كده مسكت النيم بتاعه الكاتيجوري. طيب انا كده جبت الانستنس، جبت الاي دي، جبت الكاتيجوري نيم. طيب عايزين نشوف كده الفاميلي والسيمبل. هدوس فاميلي مش هلاقي في حاجه اسمها فاميلي. هدوس طيب مش هلاقي حاجه اسمها طيب. هدوس مثلا سيمبل مش هلاقي حاجه اسمها سيمبل. يبقى انا هجيب الكلام ده ازاي؟ يبقى احنا عرفنا ان احنا نقدر نجيب الاي دي او الانستنس او الكاتيجوري من خلال الاليمنت، بس مش عارفين نجيب لا الفاميلي ولا السيمبل. ده ليه؟ لان ريفيتيف اي في الدوكيومنتيشن بتاعتها، ولما ندخل نشوف على الاونلاين دوكيومنتيشن هتلاقي الكلام ده موجود، ان الاليمنت طيب او السيمبل او الفاميلي ما بيجوش من خلال الاليمنت، هو بيجوا من خلال الاليمنت طيب. يبقى انا الاول لازم اجيب الطيب بتاع الاليمنت ده، ومن خلال الطيب اجيب منه السيمبل او الطيب واجيب منه الفاميلي. يبقى احنا لو دخلنا على الدوكيومنتيشن بتاعه الريفيتيف اي هنلاقي ان مفيش حاجه اسمها اليمنت دوت طيب، ومفيش حاجه اسمها اليمنت دوت فاميلي، لكن في حاجه اسمها اليمنت طيب دوت، واقدر اجيب الطيب واجيب الفاميلي. يبقى انا وظيفتي دلوقتي ان انا عايز اعمل ايه؟ احنا جبنا الاليمنت اللي هو العنصر او الانستنس، عايز اجيب الطيب بتاع الانستنس ده. طيب احنا بنجيب دايما اي حاجه من خلال المودل، بنجيبها ازاي؟ زي ما انت قلت كده، من خلال الدوكمنت، بقول له جيت الاليمنت، يبقى اكيد بنفس الطريقه اقدر اجيب الاليمنت طيب. طيب نجرب كده، هقول له الدوكمنت دوت جيت الاليمنت، ممكن انا اديله الاي دي بتاع الطيب بتاع الاليمنت ده. لو انا جبت الاي دي بتاع الطيب بتاع الاليمنت ده هقدر اديه له هنا، هيجيب لي الطيب او الاليمنت طيب بتاع الاليمنت ده. طيب هدي له اي دي ازاي؟ من خلال الاليمنت، هقول له دوت جيت طيب اي دي، يبقى هو هنا هيجيب الطيب اي دي او الاي دي بتاع الطيب بتاع الاليمنت، ويديه للميثود اللي هي اسمها جيت اليمنت، يقدر يجيب منها الاليمنت طيب بتاع العنصر ده. طيب انا عايز استقبل الكلام ده، هستقبله المفروض نوعا الجيت اليمنت بترجع اليمنت. طيب انا عايز ارجع اليمنت ولا عايز ارجع اليمنت طيب؟ انا عايز ارجع اليمنت طيب، لان انا الاليمنت ده معناه انستنس او معناه هو العنصر نفسه، لكن انا عايز ارجع الاليمنت طيب بتاعه. طيب الاليمنت طيب ده بتنهرت او بتورث من الكلاس بتاع الاليمنت، يعني بيحمل نفس الخصائص بتاعته. فانا ممكن انا اقول له هنا الاليمنت طيب هقول له مثلا ده اليمنت طيب بيساوي الكلام ده. طبعا هو هيدي ايرور. ليه؟ اللي انت بتقول له هيرجع اليمنت بتقول له ان انا بستقبله في اليمنت طيب، ده مش هينفع. طيب ايه اللي ينفع؟ طالما الاليمنت طيب ده بيورث او بينهرت من الاليمنت، يبقى اقدر ان انا اقول له الاليمنت ده حطه لي كاليمنت طيب. كاليمنت طيب دي معناها ان انا بقول حاجه اسمها as element طيب، كده مش هيبقى في ايرور. طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه تاني انا عندي الاليمنت الانستنس بتاع العنصر اللي انا مسكته، طيب انا عايز اجيب الطيب بتاعه، عشان من خلال الطيب ده هجيب الطيب واجيب الفاميلي، لان انا ما عرفتش اجيبه من خلال الاليمنت، انا جبت الاي دي والانستنس وجبت الكاتيجوري فقط، ما جبتش لا الطيب ولا الفاميلي. طيب فعشان اجيب الطيب الفاميلي قلنا هنجيب برضو الاليمنت من خلال الطيب اي دي بتاع العنصر. طيب المفروض الجيت اليمنت ده بترجع الاليمنت، وانا عايز استقبل الكلام ده في اليمنت طيب، مش عارف استقبله. طيب عشان استقبله هعمل ايه؟
طالما الالمنت تايب ده بيورس من خلال الالمنت يبقى اقدر اقول له استخدم لي الالمنت ده بس حطه لي ك element type. وكلمه ك في السي شارب معناها as، يعني حطه لي ك element type. طيب يبقى احنا كده جيت، طيب احنا كده مسكنا التايب بتاع الالمنت. طيب عايزين بقى نستخدم او نجيب بيانات بتاعه التايب والفاميلي. طيب لو جينا مسكنا كده الالمنت تايب قلنا دوت، هتلاقي دوت نيم ده كده هيديك النيم بتاع الطيب، وهتلاقي حاجه اسمها دوت فاميلي نيم. يبقى احنا كده مسكنا الفاميلي نيم ومسكنا النيم او الطيب نيم بتاع العنصر. يبقى احنا كده نقدر من خلال الاليمنت نجيب الاي دي ونجيب النيم بتاع الانستنس ونجيب الكاتيجوري، ومن خلال الاليمنت طيب نقدر نجيب اسم الطيب ونقدر نجيب اسم الفاميلي. طيب عايزين نظهر الكلام ده لليوزر في شكل بوكس او في شكل زي دايالوج كده، يظهر اليوزر بشكل كويس بحيث ان هو البيانات دي تظهر له لما يعمل سيلكت. طيب عشان يعمل كده في حاجه اسمها التاسك دايالوج، ده من خلال ريفت اي باي. التاسك دايالوج ده عباره عن ويندو تظهر لليوزر، الويندو دي فيها البيانات او الحاجه اللي انا عايز اظهرها. طيب التاسك دايالوج هقول له دوت شو اظهر لي تاسك دايالوج، هياخد مني حاجتين. اول حاجه التايتل او العنوان بتاع التاسك دايالوج، يعني الويندو اللي تظهر دي يكون فيها العنوان بتاعها، العنوان ده اسمه ايه، وتاني حاجه التفاصيل اللي داخل الويندو دي او الحاجات اللي انت عايز تكتبها داخل الويندو. يبقى اول حاجه التايتل هقول له مثلا ان عايز هكتب مثلا element details، مثلا التفاصيل بتاعه الاليمنت اللي هي الاليمنت تايب والاي دي والانستنس والفاميلي والكاتيجوري والكلام ده كله. طيب والانستراكشن، الانستراكشن دي عباره عن او مين انستراكشن، عباره عن التفاصيل الاساسيه اللي انا عايز اكتبها اللي هي الحاجات اللي انا عايز اكتبها داخل الويندو. طيب يبقى احنا كده خلاص كتبنا التايتل وعايزين نكتب التفاصيل. طيب انا هكتب التفاصيل دي، عايز اكتب ايه، عايز اكتب الاي دي، اقول له مثلا الاي دي بتاع العنصر عباره عن كذا، وبعدين عايز اكتب في السطر اللي بعده الانستنس اسمه كذا، وعايز اكتب بعد كده التايب اسمه كذا، وبعد كده الفاميلي، وبعد كده الكاتيجوري. طيب هعمل حاجه زي كده ازاي، اقول له الاي دي، الاي دي بيساوي او النقطتين يعني بيساوي الاليمنت دوت اي دي. فاحنا كده كتبنا الاي دي بيساوي الاليمنت دوت اي دي. هو لما انا اعمل بيلد للابلكيشن او اعمل ران او اخلص واعمل سيف، هو الاليمنت تايب دي لما اجي اشتغل على الريفت هيشيل الاليمنت تايب ويحط مكانها، او سوري الاليمنت دوت اي دي هيحط مكانها القيمه بتاعه الاليمنت دوت اي دي. يعني مثلا العنصر ده الاي دي بتاعه مثلا مثلا 200 مثلا، يبقى هو هيكتب اي دي ويحط نقطتين، وطالما انا عامل له الشكل ده كده هو هيشيل الكلام ده، مع انه هيشيل الكلام ده ويحط القيمه الفعليه اللي داخل الاليمنت اي دي. يعني اي دي مثلا 200 هيشيل الكلام ده يحط 200، لكن الحاجه اللي باللون الاحمر كده زي ما احنا شايفين دي هتتحط زي ما هي، مش هيغير فيها حاجه. يبقى هنا الحاجه هتتحط زي ما هي، هنا الحاجه هيشيلها ويحط مكانها الاليمنت اي دي اللي هو القيمه الفعليه بتاعه الاي دي بتاع الاليمنت ده. طيب عايز اعمل بعد كده، عايز اشد سطر وانزل على السطر اللي بعده واكتب الاسم مثلا انستنس وبعد كده التايب وهكذا. طيب عشان اعمل سطر بستخدم حاجه اسمها environment dot new line. دي تبع مايكروسوفت، ملهاش علاقه بريفت باي، دي تبع مايكروسوفت. ان انت عشان تعمل سطر جديد او تنزل سطر بتعمل environment new line، هو بمعنى كده ان اي حاجه جايه بعد الكلام ده هتكون في السطر اللي بعده. طيب عايزين بعد الاي دي نعمل ايه، اسم الانستنس، نقول مثلا انستنس. طيب عايزين نحط انستنس، يبقى هنقول له الاليمنت دوت نيم، يبقى هنقول له الاليمنت دوت نيم، واتفقنا ان اي حاجه باللون الاسود زي ما احنا شايفين كده دي عباره عن الحاجه اللي هتشال وهيحط مكانها الاسم الفعلي بتاع العنصر ده او القيمه اللي احنا عايزين نحطها. طيب خلصنا السطر نعمل ايه، نحط environment دوت نيو لاين، نحط سطر جديد. طيب عايزين بعد الانستنس، احنا ماشيين تقسيمه الانستنس وبعد كده الطيب بعد كده الفاميلي بعد كده تجري، بعد كده الطيب. طيب الطيب ده قلنا من الاليمنت تايب دوت نيم. طيب بعد كده نشد سطر دوت نيو لاين، بعد كده فاضل لنا الفاميلي، قلنا من الاليمنت تايب دوت فاميلي نيم، بعد كده نشد سطر، بعد
كده اخر حاجه عندنا ايه؟ بقول له الكاتيجوري، هقول له الكاتيجوري بنجيبها من الالمنت نفسه دوت كاتيجوري دوت النيم. طيب خلصنا كده، مش محتاج اشد خط تاني، خلاص انا كده خلصت الحاجه اللي انا عايز اكتبها. يبقى اول حاجه دي اللي قبل الكومه دي عباره عن الحاجه اللي هتتكتب كعنوان للديالوج او الويندو. الحاجات اللي تحت بعد كده دي عباره عن التفاصيل اللي هتتكتب. قلنا ان هو يشيل اي حاجه من هنا ويحط مكانها القيمه الفعليه. قلنا ان الانفايرمنت نيو لاين دي عباره عن ان هو هيشيل ده ويحط سطر جديد عشان يكتب عليه بيت حاجه. طيب المفروض انا كده خلصت، بس انا في شويه حاجات عايز اقول عليها قبل ما نخلص. طيب اول حاجه ان انا عشان اعمل اي امر في الريفت باجي على الكلاس، او الحاجه اللي انا بعمل فيها الامر بعمل حاجه اسمها ترانزاكشن اتريبيوت. طيب هو برضو مش قادر يقرا معانا، هدوس كنترول دوت هيقول لي يوز ديسك ريفت دوت اتريبيوتس. اقول له تمام. الترانزاكشن اتريبيوت ده عباره عن حاجتين، ترانزاكشن مود يا اما دوت مانوال، وفي هنا مشكلة تقريبا. المفروض ان انا ماشي تمام، المفروض اضيف ده داخل الشكل ده كده. المود بتاعي يا اما دوت مانوال يا اما دوت ريد اونلي. طيب احنا مش هنتكلم عن الترانزاكشنز المحاضرة دي، هنتكلم عن المحاضرة الجاية عشان يعني نفهمها بشكل اكثر دقة او تفصيلا. بس انا عايز اقول دلوقتي ان هي الفرق بينهم ايه. لو انا هغير حاجة في الموديل بخليها مانوال، لو انا مش هغير حاجه في الموديل هخليه ريد اونلي. معنى ايه؟ معنى دلوقتي الامر بتاعي ده هل بيغير حاجه في الموديل؟ لا، ده مجرد بس بيعمل بتسلكت حاجه في الموديل وبيظهر لك بيانات. لكن لو غيرت مثلا مكان حاجه، ولا غيرت مثلا الدايمنشن بتاعت حاجه، ولا نقلت حاجه مكان حاجه، ولا الكلام ده كله، يبقى ما لعبتش في الموديل. لو انا ما لعبتش في الموديل بعمل ريد اونلي زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي. دي معنى كلمه ترانزاكشن ريد اونلي. لو انا هغير حاجه في الموديل بعملها ترانزاكشن مود دوت مانوال. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنفهم بالضبط الفرق ما بينهم، وهنستخدم المانوال ونفهم إزاي بنعملها. طيب قبل ما نخلص برضو عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إن إحنا افترضنا إن البيست كيس سيناريو إن مش هيحصل أي مشكلة في الأمر. طبعا مش منطقي، هو ممكن يحصل كذا مشكلة. إيه أول مشكلة ممكن تحصل؟ إن أنا بعد ما أجيب الريفرنس أو أعمل سيلكت العنصر، العنصر ده يكون فيه مشكلة أو ما يعرفش يجيب العنصر، فيطلع الريفرنس ده مش موجود، او مفيش حاجه اسمها كده. يعني هو يجي سيلكت العنصر مش هيلاقيه. معنى كلمه مش هيلاقيه في البرمجه معناها ان هي بنل، يعني معنى ان هو راح جاب الحاجه وما لقاش حاجه، او لان الحاجه دي مش موجوده، معنى ان هو هيدي نل. ولو مسك حاجه بنل هيدي اكسبشن. اكسبشن ده معناه ايرور، او هيدي ايرور في البرمجه، معناه هو ما عرفش يجيب الحاجه دي. فانا عشان اتفادى الكلام ده هقول له ايه، احنا كل الحاجات اللي جايه دي معتمده على ان هو اصلا راح جاب الحاجه ولقاها، يعني ما لقاش نل، يعني لقى حاجه فعلا موجوده. طيب معنى كده ان انا لو انا عايز اقول له طب لو ما لقيتش هيحصل ايه، يبقى احنا عايزين نقول له ان كل الكلام اللي جاي ده لو الريفرنس اللي انت رحت جبته ده او اللي هو السيلكتد اليمنت احنا مسمينه سيلكتد اليمنت يساوي نل، معنى كده ان هو مش بنل، يعني مش فاضي، يعني انت لقيت حاجه فعلا، كل الكلام اللي جاي ده كلام اشتغل عليه عادي زي ما احنا قايلين. طيب غير كده، يعني لو انت رحت لقيته ما لقيتوش بنل، يعني لقيته موجود، هتعمل الكلام ده، هتجيبه وهتجيب الاليمنت طيب، وبعدين تكتب تاسك ديالوج وتجيب الويندو، تكتب البيانات بتاعه الاليمنت سواء الكاتيجوري والفاميلي والسيمبل والكلام ده كله. طيب ما لقيتوش بقول له ايلس، لو انت ما لقيتش العنصر ده في الحاله دي قول لي مثلا ان الريتيرن بتاعي او ريزلت دوت فيلد، يعني رجع لي ان الريزلت دوت فيلد، يعني انت ما عرفتش تجيبه. وفي الحاله دي ممكن اظهر اليوزر المسج. احنا قلنا ان المسج لو انت عايز تظهر اليوزر حاجه معانا في حاله ان هي حصل فيلير تظهر اليوزر المسج دي، فانا عايز اقول له المسج دي اظهرها لي. طيب بس هو في الغالب طالما كده كده هو ما لقاش عنصر احنا يعني مش محتاجين نظهر حاجه، يعني هو ما لقاش عنصر فخلاص. طيب لو انا عايز اظهرها بقول له المسج دي وبقول له بتساوي حاجه معانا، يعني بقول له قيمه مثلا، بقول له اي حاجه انا عايز اكتبها، مجرد ما انا عملت كده هو المسج دي بتظهر اليوزر زي ما انا كتبتها. طيب الحاجه الثانيه انا عايز اقولها برده ايه، ان انا برضو افترضت ان مفيش حاجه مش متوقعه تحصل، يعني افترضت ان هو راح جابه سواء لقى او ما لقاش خلاص، يعني لو ما لقاهوش خلاص هيرجع فيلير، لو لقاه هيرجع سكتيتد. طيب في حاجه ثالثه ممكن تحصل، حاجه غير متوقعه، انا ممكن مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل ايرور في حته معانا. في حاله البلوج اللي احنا مش عايزه دلوقتي
في الغالب مش هتحصل، ان احنا بنشتغل على حاجه بسيطه، بس انا بفهمكم كونسبت معين ان انت ممكن في حته معينه يحصل فيها مشكله. طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها اكسبشن هاندلنج، اللي هي ان في ايرور ممكن يحصل، انا متوقع انه ممكن يحصل، بعمل له هاندلنج او بهندله او بقول لو حصل الحاجه دي يخرج بره الامر عشان ما يبوظش حاجه في الموديل. احنا زي ما قلنا في الحل اللي احنا مشغلينه النهارده في الغالب مش هيحصل حاجه زي كده، لان انا مجرد بس بجيب حاجه او بجيب الديتيلز بتاعه العنصر بس ككونسبت نبدا نشتغل عليه. بنعمل حاجه على الجزء اللي احنا شاكين ان ممكن يحصل فيه مشكله، فليكن مثلا احنا شاكين ان ممكن يحصل مشكله من اول هنا مثلا، اقول له تراي، نحط كل الكلام اللي احنا جايبينه ده داخل التراي. كل الكلام ده لو عرف يجيبه خلاص ما فيش مشكله، لو ما عرفش في الحاله دي هقول له كاتش، يعني امسك الايرور او الاكسبشن. الايرور هنا معناه اكسبشن، الاكسبشن ده مثلا هسميه ايه مثلا. طيب لو ماسك الاكسبشن ده او لو لها ايرور اللي هو الاكسبشن اللي اسمه ايه، هيعمل ايه في الحاله دي؟ هقول له المسج، اظهر لي المسج دي الايرور اللي انت لقيته بتساوي الاكسبشن دوت مسج او الاي دوت مسج. يعني بمعنى ايه؟ لو فرضا ان حصل اي مشكله هنا انا مش متوقعها وضرب مثلا ايرور، الايرور دي اللي هو الاي، الاي ده جواه مسج اللي هو الرساله بتاعه الايرور او التفصيله بتاعه الايرور، انا عايز اقول له ان خلي المسج بتاعه الريفت هي نفسها المسج بتاعه الاكسبشن، بحيث ان هو هيجي اليوزر هيظهر له المسج دي، وبعد كده هقول له ريتيرن ريزلت دوت فيلد. طيب انا كده المفروض ان انا خلصت، بس المفروض ان انا عايز بعد كده اخر خطوه ان انا افتح الريفت الاقي الامر اللي انا عملته عشان اضيفه. فانا عشان اعمل كده بضيف حاجه اسمها المانيفست كود، اللي هو الكود اللي احنا شايفينه ده. المانيفست كود ده عباره عن ايه؟ حاجه الريفت بيقول لي عشان تضيف الامر ده داخل ريفت لازم تعمل ملف بالشكل ده او بالصيغه دي زي ما هنشوف دلوقتي. الملف ده الداب بتاعه دوت اد، يعني هاجي هنا على البروجكت هقول له اد اد نيو ايتم، هلاقي هنا حاجه اسمها عايز اقول له مانيفست، هضيف المانيفست فايل ده هسميه مثلا وليكن بيم اريبيا كوماندز، نفس الاسم بتاعي، مش شرط ان يكون نفس الاسم بس انا هستخدم نفس الاسم، بس الانتداب بتاعه مش هيبقى مانيفست، هيبقى ادن. ده الريكويرمنتس بتاعه الريفت، يعني الريفت عشان يقرا الحاجه اللي انت عاملها لازم تعمل حاجه اسمها ملف دوت ادن او هو المانيفست فايل ده وتضيفه، تشيل كل الكلام ده احنا مش محتاجينه، هناخد الكلام ده كوبي بيست من الملف ده. ده الملف ده موجود تبع اوتوديسك، ممكن تدخل على النت تجيبوه او انا ممكن ازوده بالريسورس بعد المحاضره. ناخد كوبي ده ونحطه نعمل بيست. طيب بس لازم نعدل فيه شويه حاجات عشان يبقى متوافق مع الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. يعني اول حاجه مثلا اسم الكوماند بتاعنا احنا مسمينه ايه مثلا؟ عايزين نقول له مثلا جيت اليمنت انفو. طيب اسم الدي ال ال بتاعتي عباره عن ايه؟ الدي ال ال بتاعتي عباره عن البيم اريبيا دوت كوماند، او اسم الدي ال ال او ملف اللي احنا عايزين نعملها له اسم بروجكت يبقى دوت كوماند. طيب بعد كده عندي الفول كلاس نيم، يعني هنا الفول كلاس نيم ده الكلاس اللي احنا شغالين عليه، هتجيب الفول نيم بتاعه، الفول نيم بتاعه هو نفسه اسم الكلاس بس قبله اسم النيم سبيس، يعني هتقول النيم سبيس ده كده دوت اسم الكلاس اللي هو جيت اليمنت انفو. طيب بعد كده التكست اللي هيظهر اليوزر عشان يبقى بالنسبه له كيوزر انترفيس يظهر له اسم ايه؟ هيقول له مثلا اليمنت ديتيلز مثلا كده اسم الحاجه اللي تظهر اليوزر. طيب ديسكريبشن لما يقف على الحاجه دي فود هافر عليه هيظهر له بعض الكتابه، يعني مثلا اقول له ايه؟ جيت او ريتريف مثلا انفورميشن. طيب هنا الفيندر اي دي او الحاجه اللي انت اللي مصنع الحاجه وليكن مثلا هو بالاي دي بتاعها وليكن مثلا بيم اي ار. الديسكريبشن بتاعتها هنكتب مثلا وليكن بيم اريبيا. بقى عندي حاجتين، حاجة اسمها الادن اي دي وحاجة اسمها الفيزابيلتي مود. طيب الفيزابيلتي مود دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البلوجن ده او الاضافة اللي انت تعملها تبقى موجودة على طول
ولا ما تبقاش موجوده ولا تبقى موجوده لو 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 الدوكمنت دي اكتف. يعني انت لو فاتح بروجكت كنت عايزها تبقى مش موجوده غير لما في اكتف بروجكت او بروجكت معمول له اكتيفيشن هتقول نوت فيزبل وانه اكتف. طيب لو انت عايز تقول له ان هي تبقى موجوده على طول حتى لو مفيش بروجكت هتقول له always visible. طيب التفصيل دي اعرفها منين؟ في برضو في لينك هتلاقيه موجود في الريفرنس في البرزنتيشن. في لو انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي ممكن اكتبها هنا يعني عايز لو انا عايز تظهر لو مش يظهر الكلام ده كله فنعمل دلوقتي احنا نخليها نوت فيزبل وانه اكتف انت يعني ما تبقاش موجوده غير لو انت فاتح بروجكت. طيب اخر حاجه اللي هي الادن اي دي. الادن اي دي ده عباره عن ايدنتيفاير لازم يكون لكل ادن مختلف عن التاني زي الرقم القومي برضو بتاع الاي دي. طيب انا عايز اجيب رقم قومي مختلف للبلوجن بتاعي هعمل ايه؟ ممكن خلال الانترنت اكتب كرييت جي يو اي دي اللي هو جلوبال ايدنتيفاير او ممكن من خلال فيجوال ستوديو اقول له تولز اقول له كرييت جود اللي هو جلوبال يونيك ايدنتيفاير اختار الشكل السادس ده ده اللي هو بيتوافق مع الريفت هقول له نيو جود مجرد ما اعمل نيو جود هو هيجيب واحد تاني هقول له كوبي ارجع اقول له كوبي هنا اشيل بيت الحاجات الزياده دي مش عايزها هو كده عمل خلاص عمل واحد جديد للملف بتاعي او البلوجن بتاعي. طيب كده خلصت كده خلصت كده انا خلصت بالنسبه لي الجزء بتاع الريفت. فاضل حاجتين صغيرين اقول عليهم برضو ان انت عشان الملف ده يشتغل داخل الريفت فود احطه في مسار معين في السي. المسار ده حاجه من الاثنين يا اما لو انت عايز البلوجن ده يبقى موجود ليوزر معين يعني لو انت بتستخدم الويندو في اكتر من يوزر هتستخدم المسار ده. لو انت عايز البلوجن يبقى موجود لكل اليوزرز يعني الويندوز بشكل عام ايا كان مين اليوزر اللي بيستخدم الويندو هيبقى في المسار ده او المسار اللي هو في الاب داتا رومنج اوتو ديسك ريفت وبعد كده حسب نوع ريفت 2019 2018 2020 وهكذا. تاني مسار لو انت عايز يبقى ملوش علاقه باليوزر يعني يبقى لكل اليوزرز هتقول له سي بروجرام داتا اوتو ديسك ريفت والكلام ده كله. طيب لو احنا دخلنا على مثلا المسار ده جينا فتحناه كده بالنسبه لنا هنلاقي دي كل البلوجنز اللي موجوده اصلا على الريفت متحمله يعني الريفت اصلا كده كده بيبقى جاي في بلوجنز موجوده جاهزه او كلها لو ناخد بالنا كلها الداب بتاعها دوت ادن ده نفس الداب بتاع الملف اللي احنا كنا شغالين عليه. يبقى اي بلوجن موجود داخل الريفت او اي اضافه موجوده داخل الريفت موجوده بالفعل في المسار ده. احنا قلنا المسار ده ملوش علاقه باليوزر يعني هو موجود لكل اليوزر او لو احنا دخلنا على المسار الثاني هنلاقي لو في ادن احنا عايزين نضيفها لليوزر ده فقط. طيب فانا المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض بعد ما اخلص واعمل بيلد الابلكيشن او رن الابلكيشن اروح اعمل كوبي للملفات اللي احنا عملناها ونحطها داخل المزاد ده. يعني المفروض ان انا اعمل حاجه زي كده ده الملف اللي احنا شغالين عليه هدخل على البن الديباج احنا لسه ما عملناش بيلد فانا عشان اعمل بيلد الاول عشان يظهر لي هقول له من هنا هقول له بيلد سوليوشن. طيب لو روح تاني لنفس الملف هتلاقي فيه ملفين اتعملوا بس هو هتلاقي ان هو عمل دي ال ال وعمل ملف تاني كده مش عارفين هو ده ايه دلوقتي ده خاص بالبروجكت بس ما عملش للادن هو ده الملف ده. طيب انا عايز انا اعمله اعمل ايه؟ هتلاقي هنا بيقول لك دونت كوبي هقول له لا كوبي اولويز او كوبي اف نيور معناها ايه؟ هو دونت كوبي معناه ان هو مش هينسخه مع ملفات. طيب هل ده زي الريفت اي اي يو اي دو دي ال ال والريفت اي اي دو دي ال ال؟ لا الريفت اي اي دو دي ال ال كده كده موجود على الجهاز فانا مش محتاج ان انا اعمل له كوبي فكنت عملت الكوبي بتاعه فولتس لكن الملف ده انا لسه عامله بايدي دلوقتي ومش موجود على الجهاز اللي انا هوديه لليوزر او مش موجود عندي على الجهاز فلازم اعمل له كوبي. فانا ممكن اقول له اما كوبي اولويز يعني يعمله على طول او كوبي اف نيور يعني لو تعدل فيه وتجدد يتعمل الكوبي. فانا اختار الاختيار ده ادوس سيف بعد كده اعمل بيلد اعمل ريبيلد تاني اروح على الملف هتلاقيه ضاف الملف ده اللي هو دوت ادن اللي هو اللي احنا لسه عاملينه. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اخد الكلام ده كوبي ادوسهم كوبي كده واروح على المسار مسار من الاثنين اللي هو واحد من الاثنين دول لو انا هضيفه لكل اليوزرز هستخدم المسار اللي تحت واضيف اليوزر اللي انا فيه بس الويندوز هستخدم المسار ده. طيب ده كده هشتغل بشكل مانوال يعني انا عايز اضيف الكلام ده هروح على المسار ده كده اروح على المسار ده ده كده بالنسبه لليوزر مش موجود فيه ادن قبل كده فاخد الكلام ده كوبي واروح احطه هنا. بعد كده لو فتحت الريفت هلاقي البلوجن موجود. طيب لو انا عايز الكلام ده يتم بشكل اوتوماتيك ممكن امسح الكلام ده تاني
في طريقه ممكن من خلالها اخلي الفيجوال ستوديو يعمل كوبي للملفات دي بشكل اوتوماتيك بدل ما كل مره اروح اعملها. ايه الطريقه دي؟ الطريقه من خلال امر نرجع تاني نوتس حاجه اسمها البوست بيلد ايفنت، يعني حاجه تحصل لما بعمل بعد ما اعمل بيلد او بعد ما بعمل ران الابلكيشن تحصل اوتوماتيك. زي ان انا في امر كده بلغه معانا او بلغه برمجه معانا ان هو يعمل كوبي للملفات اللي انا عايز اعمل لها كوبي اللي هي الملفات المفروض اقول عليهم واضيفهم داخل المسار اللي انا عايز اضيفه. فانا عايز اضيف المسار بتاع الاب داتا اللي هو بتاع اليوزر، هضيف الجمله دي. لو عايز اضيف الملفات لكل اليوزر هضيف الجمله دي. ولكن مثلا استخدم الامر الاولاني، هروح على ايه؟ هروح على بروجكت بروبرتيز، بعد كده اقول البيلد ايفنتس. ده لو عايز اعمل حاجه قبل ما اعمل ران، وده لو عايز اعمل حاجه بعد ما اعمل ران. انا دلوقتي عايز اعملها بعد ما اعمل ران، بدوس الكلام ده هنا. هضيف الامر اللي انا عايز اضيفه. معنى الامر ده باختصار، يعني النقطه دي مش مهمه، ممكن حد يعمل كوبي مانوال بس انا برضو بشرحها. هنا هيعمل كوبي التارجت دايركتوري، معناها الملفات اللي داخل البروجكت ده، هيضيف او هيعمل كوبي لكل الملفات لان انا عملت دوت وما حددتش نوع الانتاب بتاعها، يعني هل هي دي ال ال ولا دوت ادن ولا دوت ام بي 4 ولا ايا كان نوع الملفات. معنى كده هيخش على الدايركتوري بتاع البروجكت، هيجيب اي ملف داخل البروجكت اللي هم الثلاث ملفات اللي احنا عملناهم، وبعد كده تسيب مسافه للمسار اللي انت عايز تعمل كوبي فيه. لو عايز تعمل في الاب داتا اوتو ديسك ريفيت ادنز حسب نوع الحاجه اللي انت عايز تضيفها. لو كنت شغال على الاول يوزرز كنت استخدم بروجرام داتا برضه اوتو ديسك ريفيت وهكذا. دوس اوكي، بعد كده اعمل سيف واعمل بيلد. طيب عايزين نتاكد ان الكلام ده شغال. ده كده الملفات مش موجوده، لسه ما عملتش بيلد. لو عملت بيلد هل هيعمل كوبي فعلا ولا لا؟ تعال نشوف كده. نعمل بيلد، هتلاقيه بيقول لك هنا 3 فايلز كوبي، في ثلاث ملفات حصل لهم كوبي. طيب لو رحت كده على الملفات هاي ثلاث ملفات فعلا حصل لهم كوبي. الميزه بقى في الطريقه الاوتوماتيك دي ايه؟ ان انا مش محتاج كل مره لما احدث حاجه في الملف اروح اعمل كوبي بنفسي واحطهم في نفس المسار. انا خلاص ضمنت ان انا كده كده الملفات هتعمل لها كوبي بشكل اوتوماتيك. طيب كده انا خلصت. في حاجه ممكن اعملها زياده؟ في حاجه ممكن اعملها برده ممكن تفيدني في حاجه، ان انا لو انا عايز بدل ما افتح الريفت من هنا اقول له الريفت وافتح واشوف البلوجن بتاعه واشتغل عليه، ممكن اعمل حاجه تانية. ممكن ان انا اخلي افتح الريفت من الفيجوال ستوديو. طيب ازاي؟ المفروض لو دوس ستارت هنا بيعمل بيلد الابلكيشن. طيب انا عايز اخلي ستارت ده يعمل بيلد ويروح يفتح يران الريفت. هعملها ازاي؟ برضو من بروجكت بروبرتيز الابلكيشن او في البيلد المفروض ان انا عايز اخليه يفتح الابلكيشن. طيب بقول له ايه؟ بقول له بدل ما ستارت بروجكت ستارت اكسترنال بروجرام. هدور على برنامج الريفت اللي هو موجود فين؟ موجود في السي بروجرام فايلز تو ديسك ريفت 2020. هدور على الريفت اللي هو ده، دوس عليه بعد كده تك سيف. خلاص انا كده خلصت. دوس ستارت، مجرد ما دوس ستارت هيعمل بيلد وهيعمل كوبي الملفات وهيفتح برنامج الريفت. طيب خلينا نجرب كده مع بعض. دوس ستارت، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في ملف موجود اسمه element details اللي احنا لسه عاملينه. الملف ده هو مش عارف، مش قادر اتعرف عليه. ليه؟ لان انا الاضافه اللي انا ضفتها دي ما عملتلهاش حاجه اسمها trust certificate، او بمعنى ان انا ما حطهاش على الاوتو ديسك بتاع الاوتو ديسك، ما عرفتوش ان في حاجه اسمها كده. فهو بالنسبه له ممكن يكون ده مثلا حاجه خارجيه او حاجه ممكن تبوظ حاجه عندي، لكن انا ضامن الحاجه ان انا عاملها بايدي. فاقول له ما اقول له زلو، يعني اعملها على طول، او اعملها لود المره دي. بس لو انا حاجه مش ضامنها هقول دوت نود دونت لود، او ما تعملهاش لود، هقول لود وانس. طيب عايز افتح مثلا ملف واشتغل عليه، وليكن مثلا نعمل اوبن الملف الموجود قبل كده.
كان في لف انا كنت مجهزه، ناخد المسار بتاعه اللي هو الملف ده اللي فيه الدور ده. طيب الملف ده عباره عن ملف بسيط بس عباره عن وولز وفيه دور. طيب عايزين نجرب الاضافه، الاقيها الاقيها فين؟ هتلاقي في تاب اسمها ادنز، جوه التاب اللي اسمها ادنز دي حاجه اسمها اكسترنال تول، لو وقفت عليها هيظهر لي الحاجه اللي احنا عاملينها اللي هي element details، دي الحاجه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. لو دوسنا عليها متوقعين يحصل ايه؟ هيخليني اعمل سيلكت الحاجه، ولما اعمل سيلكت عليه يظهر يقول لي البيانات بتاعتها. فخلينا نجرب كده، ندوس element details هتلاقيه بيقول لك هنا select element، هقول له مثلا الدور ده ظهر لي فعلا، جاب لي element details في التايتل او في العنوان بتاعي، وجاب لي داخل المين انستراكشن اللي كنا كاتبينها بنفس الصيغه اللي عملناها، اللي هي كل سطر فيه البيانات اللي عايزين نعملها، دي الاي دي، الاي دي اللي هو الرقم الكبير ده، وبعد كده انستنس، اسم الانستنس واسم التايب واسم الفاميلي واسم الكاتيجوري. طيب خلينا نجرب حاجه تانية، ممكن ندوس برضو على اكسترنال تول ونجرب مثلا وليكن على وليكن مثلا الوول دي او ان كان. نفتح نفس ملف تاني، ندوس على ادنز على اكسترنال تول، ونقف على الول دي، هتلاقيه جاب له برضه الاي دي بتاع الول. ولو لاحظ ان هو مختلف عن الاي دي بتاع الويندو او بتاع الدور، بيقول لك الاسم الانستنس والتايب والفاميلي والكاتيجوري بتاعه. يبقى احنا كده طبقنا على الكلام اللي قلناه في النهارده. نراجع بس مراجعه سريعه اللي احنا قلناه قبل ما لو نستقبل اسئله، لو في حد عنده اسئله. احنا خدنا النهارده ايه السمري بتاعنا، اتكلمنا عرفنا يعني ايه ريفيتيف اي، وعرفنا ليه ممكن نستخدمه او ايه الفوائد اللي ممكن تعود علينا منه، وازاي نعمل اكسبلور داخل الدوكيومنتيشن. وفي المحاضره الجايه هنعرف اكتر عن الدوكيومنتيشن اللي احنا عايزين ندور على حاجه داخل الدوكيومنتيشن، وازاي نجهز الورك انفايرمنت. اتكلمنا على فيجوال ستوديو والريفيتيف اي الفايلز بتاعته، و تعلمنا حاجه اسمها اكسترنال كوماند، دي اساسيات بتاعه ريفت، لو اي هتعمل اي امر لازم تمبلمنت الاكسترنال كوماند. وعرفنا ازاي العناصر بتقسم داخل الريفت باي، عرفنا في حاجه اسمها كاتيجوري، حاجه اسمها فاميلي، حاجه اسمها تايب او سيمبل، وحاجه اسمها الانستنس. وبعد كده جبنا او عملنا ادن صغيره اللي هي جيت اليمنت انفورميشن، بتجيب الانفورميشن بتاع الادن بتاع او بتاع العنصر اللي احنا ماسكينه. انا كده خلصت المحاضره النهارده، لو في اي اسئله ممكن استقبلها، سواء حد عايز يدخل معانا بالمايك او على الشات، حد ممكن عايز يرفع ايده او ايا كان. تمام تمام هو احنا يعني في اخر محاضره هنتكلم في الموضوع بالتفصيل، بس انا برضو هتكلم سريعا دلوقتي عنها. احنا ممكن ندخل على الدوكيومنتيشن سواء الاس دي كي اللي قلنا عليه، او من خلال فيجوال ستوديو، او من خلال دوكيومنتيشن اونلاين. طيب ازاي؟ انا مثلا هنا عايز استكشف داخل ريفت، هدوس مثلا على كلمه element زي ما قلنا من شويه، هلاقي في حاجه اسمها element class، هدوس عليه هتلاقيه بيقول لي element class ده عباره عن ايه؟ عباره عن class البيانات بتاعته
كل دي كلها الهيراركي بتاعه الاليمنت. يعني الاليمنت ده جاي من حاجه اسمها اوديسك دوت ريفت دوت دي بي دوت اليمنت. هتلاقيه بيقول لك تحت البروبرتيز بتاعه الاليمنت دي او ميمبرز بتاعته، دوس عليها دي كلها البروبرتيز اللي انا ممكن استخدمها. حاجه اسمها مثلا ديليت انتيتي، حاجه اسمها الاي دي. لو دخلنا مثلا عملنا اي دي سيرش على الاي دي اللي بيقول لك هنا الاليمنت اي دي مثلا، لو احنا جينا خلينا نجيب اكثر اليمنت اي دي، هنا في حاجه اسمها اليمنت اي دي مثلا. طيب لو احنا مثلا عايزين نجيب الاليمنت طيب لما ناخد بالنا احنا قلنا حاجه ان واحنا بنشرح ان الاليمنت ده باب بينهيرت من الاليمنت. هو تلاقيني بيقول لك فعلا ان هو بينهيرت من الاليمنت، علامه الكولون دي او النقطتين فوق بعض معناه هو بيمبلمنت الحاجه دي او بينهيرت منها، معناه هو بيحتوي على نفس الخصائص وزاد عليها خصائص ثانيه. فهنا هتلاقيه بيقول لك بيوضح لك ان هو بينهيرت من الاليمنت، عشان كده عملنا از اليمنت طيب. لو دوسنا على الممبرز برضو نقدر نشوف يقول لك جميع العناصر بتاعتها. طيب انت حاسس ان الموضوع مثلا ان الدنيا ملخبطه شويه، في حاجة ممكن تعملها تاني؟ في حاجة هنقول عليها في المحاضرة الثالثة. في حاجة اسمها الديسك ديفلوبر جايد، ده بيبقى أحسن من كده وبيبقى أسهل بكده بكتير. اللينك بتاعه برضو ممكن هجيبه لكم لو دوست الديسك ديفلوبر جايد، هو موجود في الريفرنس تحت خالص. دوست على اللينك ده كده فتحته، تلاقيه بدأ معاك من اول بقى خالص انترودكشن، بيعرفك افتح خالص من اول خالص، يقول لك ايه ريفت اي بي اي وازاي تستخدمه وهالورد في ريفت اي بي اي والكلام ده كله. لو انت فتحت الموضوع ده تلاقي كل حاجه بالتفصيل. لو انت مثلا جيت هنا عايز تشوف التقسيمه بتاعه العناصر او الابلكيشن والدوكمنت، يقول لك هنا الفرق ما بين الابلكيشن وما بين الدوكمنت والاوامر بتاعه كل واحده. وجيت على الاليمنت الكلاسيفيكيشن، تلاقي هنا مقسم لك كان احنا كنا بنقوله ان في حاجه اسمها كاتيجوري وحاجه اسمها موديل كاتيجوري وانتوشن كاتيجوري. هتلاقي هنا بيقول لك تطبيق على الكلام ده لو انت عايز تعمل كود بيها امثله عليها. وبعد كده هيقول لك مثلا لو انت استخدم الكاتيجوري استخدمها ازاي. وبعد كده نفس الكلام على الفاميلي، يقول لك الفاميلي والتقسيمه بتاعه الفاميلي. نفس الكلام بعد كده على الالمنت طيب وهكذا. يبقى كل حاجه ممكن خال الديسك ديفلوبر جايد اقدر انا اشوف من خلاله، او لو انا عايز افتح الريفت اي بي اي دوكيومنتيشن ممكن من خلال الريفت اي دوكيومنتيشن برضو اشوف الاوامر اللي انا عايز اعرفها. طيب هو الداينامو ممكن يبقى افضل لو انت مش ناوي تدرس برمجه، يعني انت مش عايز تخصص البرمجه، مش عايز يعني انت مش غاوي انك تعمل كودنج بايدك كبروجرامنج، يبقى اسهل ليك كانجينير. الموضوع بيبقى فيجوال، الداينامو ده عباره عن فيجوال بروجرامنج، يعني برمجه بس بشكل مرئي، ما بتكتبش كود بشكل مباشر، بتعمل شويه اوامر بس بشكل ظريف شويه، هي بتحول الاوامر دي لكود او بتروح تتكلم مع ريفت اي بالكود، فيبقى اسهل ليك لو انت مش عايز تعمق في موضوع الكود. طيب ليه؟ طب ما انا لو كده طب ما استخدم داينا مع طول؟ لا، هو الداينو ليه ليميت معين، يعني انت عشان تعمل حاجه قويه جدا بريفت اي ما تقدرش تعملها بالداينو. تاني حاجه الداينو انت اخرك في الداينو تعمل سكريبت، السكريبت ده ممكن ترنه مثلا في وقت معين وخلاص، لكن الريفت اي انت ممكن تعمل ابلكيشن كامل. الابلكيشن ده لو انت فتح الريفت تقدر تعمل منه حاجات كتير جدا، يعني لما نتكلم في المحاضره الجايه مثلا انت ممكن تتعامل مع الاكسل، ممكن تتعامل مع كذا برنامج من خلال الكود. الداينو ما يقدرش يعمل الكلام ده. طيب البايثون ليه سي شارب مش بايثون؟ لان السي شارب هي اللغه النيتف اللي اتكتب بيها ريفت اي بي اي، بمعنى ان الاوتوديسك نفسها بتسبورت السي شارب او بتتعامل مع الدوت نت فريم ورك بتاع مايكروسوفت بتاع السي شارب. البايثون اللي عمل مكتبه البايثون مش اوتوديسك، يعني انت لو كتبت على حاجه اسمها باي ريفت دي مكتبه معموله بالبايثون بتتعامل مع ريفت اي بي اي، بس ده اللي عاملها يعني بروجرامرز عاملين المكتبه دي مش اوتوديسك اللي عاملاها. طيب ايه المشكله في كده؟ ما فيش مشكله ولا حاجه لو انت بتستخدم بايثون وعايز تستخدمها استخدمها، بس انا عايز اقول لك ان هي عباره عن رابر للسي شارب. معنى ايه؟ ان انت النيتف او الاسرع بالنسبه لك ان تتعامل مع سي اللي عملت البايثون، المفروض ان هي عباره عن رابر للسي شارب، يعني انت بتكتب حاجه للبايثون بتروح تحولها لكود يتعامل مع دوت نت فريم ورك وبعد كده بتروح تحولها ريفت اي بي اي، فالموضوع بيبقى يعني ممكن يكون ابطا سنه. بس الفكره لو انت كده بالنسبه لك البايثون بالنسبه لك اسهل، لان البايثون بالنسبه لمعظم الناس لو ما عندهمش خلفيه برمجيه هي اسهل لغه موجوده. فالبايثون لو انت هتبدا من اول خالص ومش عايز تتعلم حاجه لغه صعبه مثلا السي شارب او اللغات الثانيه،
فانت ممكن تبدا بايثون وتعلم باي ريفت. لو في فرصه في محاضرات بعد كده ممكن نعمل ورك شوب عن الريفت باي يوزنج بايثون، بس مش هنغطيها في السيشنز دي، احنا بنتكلم عن السي شارب. أربعة نمرة إن شاء الله. ممكن بالسيمر 3 دي، ممكن في الأوتوكاد، في نفسك. ممكن في سيمر 3 دي اي، في نفس الكلام، وهتلاقي في ديفلوبر جايد برضو للسيمر 3 دي على الاوس ديسك، ممكن تشوف الكلام فيها برضو. السلام عليكم. الله يكرمك، الله يخليك يا باشمهندس عمر. شكرا على المحاضره القيمه دي، بس عندي استفسار. لو انا عايز اتعمق في الموضوع اكتر، تمام، ايه المفروض اعمله او ايه اول ستيب قبل ما ادخل في الاي بي اي على طول، يعني عشان اطور من نفسي؟ يعني انا فهمت المحاضره يعني طبعا بنسبه، يعني بنسبه كبيره، بس عايز بقى يعني ابدا بدايه صح. طيب انت حضرتك عندك اختبار برمجية قبل كده ولا لسه؟ لا ما عنديش. طيب يبقى الافضل يعني زي ما قلنا في الاول حاجتين، لازم الاول تبقى كويس الريفت، مش شرط توب، بس تبقى يعني الافريج ليفل بتاعك متوسط او انترميديت، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت تتعلم برمجه دي، سواء انت مثلا لو بالنسبه لك يعني انت ممكن تبدا تتعلم سي شارب، لو حسيت الموضوع صعب ممكن تتعلم بايثون، هي اي الاثنين ممكن تكتب بيهم ريفت باي، مش تفرق كتير. فانت الاول يعني لازم تبقى كويس في الريفت، دي حاجه. حاجه ثانيه تعلم لغه برمجه. لغه برمجه لحد فين؟ لحد ان انت تبقى فاهم الكونسبت بتاعه الاو او بي. الاو او بي دي حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامنج، اللي هي باختصار عشان ما نطولش، اللي هي الكلاس اللي كنا بنتكلم عليها، اللي هي الانترفيسز، اللي هي الانهيرنتس، الكلام اللي احنا عندنا نقول من شويه ده، ده عباره عن مفاهيم داخل الاو او بي. فانت لو انت تدرس لغه برمجه السي شارب مثلا، ممكن تلاقي متقسمه البيزك بتاع السي شارب، بعد كده الاو او بي، بعد كده ادفانسد، وهكذا. انت يكفيك انك تدرس البيزكس بتاعتها والمفاهيم بتاعه الاو بي او الاوبجكت اورينتد بروجرام. الريسورسز اللي انت ممكن تعمل بيها حاجه زي كده، خلينا في المحاضره الثالثه ان شاء الله، انا كاتب ريفرنس كتيره تحت، ممكن لو حد عايز يستخدمها هنبقى نقول عليها ان شاء الله. تمام، ويا ريت لو في قنوات تعليميه معينه الواحد يتابعها تساعده الواحد ان هو يتعلم السي شارب كويس والبروجرامنج يعني الاو بي. تمام ان شاء الله، جزاكم الله خير يا باشمهندس. إن شاء الله بإذن الله. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.